انقسامات داخله واحتجاجات خارجه. نتنياهو يتعهد أمام الكونغرس بمواصلة القتال في غزة حتى تدمير قدرات حماس. وحماس تستنكر وتقول إن خطاب نتنياهو يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف النار. مصر تنفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية للتباحث حول هدنة وشيكة في غزة. مسؤول عسكري إسرائيلي يقول نتبادل مع حزب الله لعبة الصبر القاتلة على الحدود اللبنانية. مرحبا بكم مشاهدينا لجولة إخبارية من الحدث تمتد على مدار ساعتين نقدمها لكم بصير شتية. على وقع انقسامات داخل الكونغرس واحتجاجات خارجه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أن هزيمة حماس هي ضربة قاسية لإيران وحزب الله، مشيرا إلى أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإعادة الأمن على حدودها الشمالية. سيداتي سادتي، هذا النصر هو قائم، لأن هزيمة إسرائيل لحماس سوف يكون ضربة قاسية لإيران ومحور شور، وكذلك ضربة أخرى لحزب الله، فقاموا بمهاجمة إسرائيل في 8 أكتوبر بعد يوم من هجمات حماس، قاموا بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات، وآلاف من مواطنين في شمال إسرائيل قاموا بإجلاء منازلهم وأخباتوا لاجئين على أرضهم. إننا ملتزمون بإعادتهم إلى بيوتهم ونفضل بفعل ذلك دبلوماسيا، لكن فلنكن واضحين، إسرائيل سوف تفعل كل ما يلزم من أجل إعادة الأمن لحدودنا الشمالية. نتنياهو أكد أن حكومته لا تمانع أن تحظى غزة بإدارة مدنية تدار من قبل فلسطينيين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى للاستيطان مجددا في غزة. لا تسعى لإعادة الاستيطان في غزة، لكن من أجل المستقبل المنظور لا بد أن نحتفظ بسيطرة أمنية من أجل ضمان عدم قدرة غزة على شن أي هجوم أو تهديد على إسرائيل. غزة يجب أن تحظى بإدارة مدنية تدار من قبل فلسطينيين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل. هذا ليس بطلب كبير، بل هو مسألة أساسية لنا الحق بأن نطلب ذلك. أمريكا وإسرائيل سوف يعملان على إقامة تحالفات في الشرق الأوسط من أجل مواجهة التهديد الإيراني. كافة هؤلاء الدول التي تعد لها علاقات سلمية مع إسرائيل أو فسوف تفعل ذلك مدعوة للانضمام إلى هذا التحالف. رأينا لمحات من هذا التحالف في 14 أبريل تقوده الولايات المتحدة، إذ أكثر من 6 دول قد عملت مع إسرائيل من أجل تحييد آلاف المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران علينا. بالنسبة لإيران، إسرائيل أولاً وبعدها الولايات المتحدة. إذن عندما تقاتل إسرائيل حماس فهي تقاتل إيران، وعندما نقاتل حزب الله فنحن نقاتل إيران، وعندما نقاتل الحوثيين فنحن نقاتل إيران، وعندما نقاتل إيران فنحن نقاتل أكثر عدو راديكالي ومجرم بالنسبة للولايات المتحدة. عندما تقاتل إسرائيل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، سلاح نووي من شأنه تدمير إسرائيل وتهديد كل مدينة أمريكية أتيتم منها. لا نكون بذلك نحمي أنفسنا فقط، بل نحميكم أيضا.
مشاهدينا، نذكركم بأبرز الأخبار العاجلة حتى الآن. وفقا لمسؤول أمريكي، المفاوضات تمخضت عن نص مفصل لترتيبات تتعلق بكيفية عمل اتفاق الرهائن. ويضيف هذا المسؤول الأمريكي العقبات المتبقية أمام صفقة الرهائن في غزة بين إسرائيل وحماس قابلة للتذليل. بالطبع سنناقش هذا الأمر مع ضيوفنا خلال هذه الجولة الإخبارية. وبما يتعلق في كلمة نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي جاء إلى واشنطن تلبية لدعوة وجهها إليه الكونغرس من أجل دعم إسرائيل في حربها الوجودية على حد وصفه. قيادتنا في الكونغرس المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعت بنيامين نتنياهو إلى هنا لأن حليفتنا العزيزة إسرائيل تخوض حربا وجودية ومعارك على كامل حدودها، واليوم يعمل الشعب الإسرائيلي على هزيمة حماس في غزة ويتصدون لحزب الله في الشمال ويردون على هجوم الحوثيين في تل أبيب ويصدون هجوما تاريخيا مباشرا وجهته إيران ضدهم. وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء نتنياهو عقب خطابه في الكونغرس، وقال لبيد كان من الأفضل لنتنياهو البقاء في منزله محملا إياه مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر. لبيد أضاف أن نتنياهو أتيحت له الفرصة ليعلن قبوله لصفقة إعادة الرهائن قبل أن يموتوا جميعا في الأنفاق، لكنه لم يفعل ذلك. هذا وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يظهر أنه لا يريد برمى أي اتفاق لوقف النار في قطاع غزة. أبو زهري أضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن خطاب نتنياهو كان مليئا بالأكاذيب ولم ينجح في التغطية على الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. في رابع خطاب له أمام الكونغرس، سيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشهداً مختلفاً هذه المرة، فالاهتمام سيتركز على المقاعد الفارغة. رئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس ستتغيب عن الخطاب ولن تجلس خلف نتنياهو. خليفتها المؤقتة السيناتور باتي موري رفضت الحضور أيضاً. غيابات أثارت غضب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون. إنه لأمر شائن بالنسبة لي ولا يغتفر أن تقاطع كامالا هاريس هذه الجلسة المشتركة. هذه لحظة تاريخية، إنها لحظة مهمة للبلاد، ومع ذلك ستتخلى كامالا هاريس عن مقعدها. زيارة نتنياهو للكونغرس تتزامن مع ظروف سياسية داخلية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسابق الديمقراطيون الزمن لإنهاء مظاهر الانقسام في حزبهم والتوحد خلف مرشح واحد. نتنياهو شكل في الأشهر الماضية مصدر انقسام في الحزب، لا سيما سياسته حيال الحرب في غزة وانتقاد بايدن وإدارته في مسألة المساعدات. لذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا غيابهم عن الخطاب، وآخرون يستعدون لمقاطعته. All of us who care about our partnership. إننا جميعاً نحن الذين نهتم بشراكتنا سواء في أمريكا أم في إسرائيل، لابد أن ندرك الضرر الهائل الذي يلحقه رئيس الوزراء نتنياهو وائتلافه الحكومي المتطرف الحالي بعلاقتنا وبمكانة إسرائيل في العالم. لذا يا سيد الرئيس، فإن إحضاره إلى هنا لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يبعث برسالة رهيبة. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت أن 17 مسؤولاً إسرائيلياً أرسلوا رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون يطلبون فيها عدم دعم نتنياهو ويتهمونه بتدمير القيم المشتركة والعلاقة بين البلدين. يواجه نتنياهو أيضاً انتقادات من عائلات المحتجزين ومن جماعات يهودية وأخرى مناوئة للحرب في غزة
تستعد للتظاهر بالتزامن مع محطات نتنياهو في الولايات المتحدة ولقاءاته التي ستشمل في وقت لاحق بايدن وترامب ومسؤولين آخرين. أفاد مراسل الحدث بتأجيل مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة ليوم الأحد، كون نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا في صفقة التبادل ودفعها، لذا فإن الوفد لن يغادر لا بعد أن يتم هذا الاجتماع. وقبلها قال رئيس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بني غانتس تعليقا على الأنباء حول الاقتراب من التوصل للصفقة أنه تم بالفعل قبول عرض عودة المختطفين والذي وضع، وأن انتظار عطلة الكنيسة للترويج لصفقة التبادل يعود لاعتبارات سياسية وليس أمنية. كان مراسل الحدث أشار إلى أن نتنياهو يفضل انتظار عطلة الكنيسة لإعلان صفقة التبادل كي لا يتمكن بن غفير وسموتريتش من إسقاط الحكومة برلمانيا. وبعد تداول وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث التهدئة في غزة والانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفي، نفى مصدر مصري رفيع المستوى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، مفندا ما جرى ترويجه بأن إسرائيل أبلغت مصر ردها حول مقترح التهدئة. المصدر قال إن نتنياهو يسعى لسباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة بشأن تحقيق تقدم باتفاق التهدئة. أناقش هذه الملفات وتحديدا ما جرى في الكونغرس اليوم مع ضيوفي من القاهرة الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من واشنطن الأستاذ نزار فرسخ محاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ومن حيفا المحلل السياسي الأستاذ يؤف شتيرن. مرحبا بكم جميعا ضيوفي إلى شاشة الحدث. أبدأ معك أستاذ نزار، إلى أي مدى فعلا أثر نتنياهو في الأمريكيين المعارضين له من خلال خطابه في الكونغرس؟ العكس، أثر عليهم سلبا، بالعكس اغتاظوا من خطابه ومن محاولته لتوظيف الضحايا لمآربه السياسية، وحفزهم للعمل أكثر لضحض سياساته. هل فعلا أستاذ يؤف شتيرن من حيفا أثر نتنياهو على الإسرائيليين كما قال البعض، والبعض الآخر قال بأنه يجب عليه أن يبقى في البيت ولا يذهب أصلا إلى واشنطن؟ نعم، هو خيب أمال عائلات المخطوفين عندما لم يتطرق ولو بكلمة إلى المفاوضات التي تجرى مع حماس وإلى الصفقة التي الكل بانتظارها. لم يتطرق ولو بكلمة، يقول الآن هناك جهود تبذل، وبعد الخطاب بدقائق نشر في إسرائيل أنه تم العثور في غزة وإخراج جثث لمخطوفين الإسرائيليين. أعتقد أنه خطاب نتنياهو حتى لو الإسرائيليون كلهم يقبلون مضمونه أو مضامينه بحد ذاتها، الغائب في خطاب نتنياهو أهم من الحاضر. نتنياهو لم يتطرق إلى صفقة، لم يتطرق إلى مسؤوليته ومسؤولية حكومته عما حدث في 7 من أكتوبر، ولم يقترح رؤية حقيقية للأسابيع. طيب لماذا سيد شتيرن؟ لماذا؟ لأن نتنياهو ليس لديه رؤية. نتنياهو فقط يقول يجب أن يسيطر على قطاع غزة فلسطينيون الذين لا يسعون لتدمير دولة إسرائيل. من هم هؤلاء؟ وكيف أنت كرئيس دولة إسرائيل تساهم وتساعد بأن يحدث هذا؟ وما هي رؤيتك لعلاقاتك معهم؟ وما تقدم للشعب في إسرائيل التي ينتظر عودة المخطوفين؟ ولماذا لم تذكر هذه النقطة ولو كلمة واحدة؟ تساؤلات كثيرة في إسرائيل حول هذه النقطة، مع أنه يجب أن نقول أيضا وبوضوح بأنه مجيء رئيس وزراء إسرائيل إلى الكونغرس والتصفيق والاستقبال الحار التي حظي به، حتى لو غاب من القاعة الكثيرون من الحزب الديمقراطي، هو إنجاز بعيون الكثيرين في إسرائيل. وضحت هذه الفكرة. أعود وأرحب مجددا بضيفنا الدكتور محمد من القاهرة. يعني استمعت إلى وجهتي النظر من ضيفي، كيف قرأت ما جرى في الكونغرس اليوم سيد محمد؟
تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام. يعني من وجهة نظري هناك رسائل أساسية بيحاول بنيامين نتنياهو ترسيخها للرأي العام الأمريكي والرأي العام الإسرائيلي في المقام الأول، ثم الرأي العام في المنطقة. الرسالة الأولى وهو أن الجيش الإسرائيلي سينتصر، وأن الانتصار الإسرائيلي مشروط أو مرهون باستسلام حماس. لكن كيف يتحقق ذلك؟ لأنه رغم مرور ما يقرب من 10 أشهر، المقاربة الإسرائيلية هي ولم تتغير، وحماس رغم حدوث التصدع في بنيتها العسكرية والدفاعية إلى أنها باقية، بل أن حالة المقاومة الفلسطينية ما دام هناك احتلال إسرائيلي ستستمر، وبالتالي هو يحاول يلقي إشارة بأنه سينتصر في النهاية، وأن هذا الانتصار يعني استسلام حماس. النقطة الثانية وهي محاولة لامتصاص الضغوط الداخلية التي تمارس عليه من داخل إسرائيل، لأن حتى هذه اللحظة هو يحاول أن يمتص تلك الضغوط بنشوء ضغوط أخرى مقابلة من جانب أسر القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لأن كما تعلم حضرتك نجح حتى هذه اللحظة بنيامين نتنياهو في أن يخلق رأي عام مضاد للرأي العام المناهض لسياساته، وهي أن الرأي العام المناهض لسياساته يرى أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وأن من الأولى أن نفكر في صيغة اتفاق مثلما هو كان مطروح في المقترح الأمريكي عبر عدة مراحل تقود في نهاية المطاف إلى عودة الأسرى أو المحتجزين مقابل الإفراج عن السجلاء الفلسطينيين، لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو لديه تصور آخر. النقطة البالغة الأهمية وهي برزت من كلمة بنيامين نتنياهو، يحاول أن يواجه حركة الاحتجاجات اللي كانت منتظره أثناء دخوله الكونغرس ما قبل القاعة، وهي من جانب رأي عام أمريكي أو احتجاجات أمريكية، بيحاول أن يدخل إيران في المسألة. سأعود إلى هذه النقطة، أعذرني فقط لأذكر بهذه العواجل، هذه نقطة مهمة جدا. دعني أقول حاجة بسيطة. طيب تفضل، حاضر. حاجة نقطة بسيطة تفضل. يحاول بنيامين نتنياهو أن يؤكد أن إسرائيل تواجه ليست حرب في الإقليم وإنما حرب إقليمية، أن إسرائيل لا تواجه حركة حماس وإنما تواجه المحور المقاومة بقيادة إيران عبر أفرع مختلفة، تواجه حركة حماس في قطاع غزة، تواجه الفلسطينيين من فصائل أخرى في الضفة الغربية، تواجه الحوثيين في اليمن، تواجه حزب الله في لبنان، تواجه الميليشيات الشيعية في كل من سوريا والعراق، وفي النهاية تواجه إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن صيغة حرب بين الحروب كما هو مدرك في وسائل الإعلام الإسرائيلي. وضحت هذه الفكرة، أريد وسنعود إليها بالتفصيل معكم ضيوفي جميعا، فقط أريد أن أذكر يعني وفقا لما نتحدث به الآن، مسؤول أمريكي كبير يقول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مراحلها الختامية، وأذكر بالأخبار العاجلة الواردة من السودان، قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة السوكي بولاية سنار. إذن الدعم السريع تسيطر على مدينة السوكي وبشكل كامل بولاية سنار. أعود إلى الأستاذ نزار فرسخ من واشنطن. أستاذ نزار، نريد أن نتحدث عن الكلمة هذه تحديدا، عن الأجواء، يعني غياب كمالا هاريس وأكثر من 50 مشرع أمريكي، نائب أمريكي، ما مدى تأثير ذلك؟ ومع ذلك يعني نريد يعني أن نضع المشاهد بما حصل، وربما هو شاهد أيضا تصفيق حار ويقابله أيضا استقبال خجول في واشنطن.
هذا صحيح. الحزب الديمقراطي تعرض لضغوط كبيرة بسبب فشل بايدن بالقيام بما هو ضروري لحماية الفلسطينيين ووقف الحرب، فلذلك اضطر إلى القيام بحركة رمزية أو الحزب ككل، بحيث يكون واضح أن الحزب الديمقراطي لا يتفق مع نتنياهو، هو يقف مع دولة إسرائيل ولكن لا يقف مع هذا رئيس الوزراء هذا، حتى أنه في نفس الوقت الذي كان فيه خطاب نتنياهو كان في صالة أخرى في الكونغرس يتحدث فيها ناشط إسرائيلي للسلام وناشط فلسطيني للسلام، وهم شخصين قد فقدوا أشخاص أقاربهم في الحرب، وهم يأتون بمشاريع لحل الصراع. فأراد الديمقراطيون أن يظهروا أن نحن نذهب إلى من يريد أن يصنع السلام ولا نستمع لمن فقط لديه مشاريع حرب. سيد شتيرن، تصفيق الحار كان لافتا وواضحا داخل الكونغرس، مع أنه كانت التوقعات بأن يكون الخطاب أو أجواء الخطاب أقل مما حدث فعلا، كيف قرأتم ذلك في إسرائيل؟ نعم، هناك من يقول في إسرائيل إنه بنيامين نتنياهو أكبر زعيم إسرائيلي يحظى بهذا التأييد والتصفيق في الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ الكونغرس، يأتي زعيم دولة لأربع مرات ليلقي كلمة أمام الكونغرس. ما من شك إنه نتنياهو يريد أن يستغل هذه الزيارة وهذا التصفيق والترحاب التي يحظى به بالولايات المتحدة لأهداف انتخابية. هو يعرف أن في الجولة القادمة من الانتخابات يجب أن يواجه كل من هو ضده ويثبت، ربما يريد أن يعيد إلى معسكر داعمي كل من كان معه وتركه بسبب هذه الإخفاقات التي وصلت بنا إلى هذا اليوم. وهو يقول لهم أنا أكبر زعيم ممكن أن يكون لإسرائيل، وانظروا إلى الترحاب من قبل الحزبين في واشنطن الديمقراطي والجمهوري، وأنا سأكون أكبر حليف للولايات المتحدة إذا انتخب ترامب. طبعا يغازل ترامب والحزب الجمهوري بشكل واضح في هذا الخطاب. صحيح. واضح جدا أنه دعوة تأتي من الحزب الجمهوري. نعم، ليس كل الديمقراطيين غادروا هذه الجلسة، ولكن لا ما من شك أنه يميل إلى الطرف الجمهوري، وهذا يعني نقطة إضافية. هو يحاول أن يلاعب أو يكون لاعب بنفسه في السياسة الأمريكية، ويأتي إلى البيت الأبيض بعد تنحي بايدن، ربما فيه نوع من الأريحية له. طبعا هو شكر أكثر من مرة بايدن، وشكر أيضا ترامب. دعني أسألك هنا أستاذ شتيرن، إلى أي مدى برأيك فعلا نتنياهو، يعني دعنا نقول بالعامية، رطب الأجواء قبل لقائه ببايدن؟ نتنياهو وبايدن ليس بينهما علاقات جيدة، هناك توتر ملموس. الزيارة لم تأتي في مبادرة من بايدن وإنما غصبا عنه، أعتقد أنه كان يفضل لا يأتي نتنياهو إلى هناك، ولكن اضطر إلى استقباله. والآن هو يلتقي برئيس أمريكي ليس عليه قيود، وهذا قد يكون خطيرا بالنسبة لنتنياهو، لأنه ربما سنسمع انتقادات أو يعني كلمة صريحة من بايدن تجاه نتنياهو. وأيضا كاميلا هاريس، هم لا يحبوا مجيء نتنياهو لواشنطن ومحاولاته التلاعب مع الجمهوريين وإلى آخره. أعتقد أن الموضوع ليس منتهيا. دكتور محمد، يعني طولت عليك شوي، عذرني، لكن السؤال المتعلق بلقاء بايدن ونتنياهو، البعض يقول بأنه رطب الأجواء، شكره أكثر من مرة، هل يمكن أن ينتج عن هذا الأمر صفقة أو التوصل إلى الصفقة خلال اليومين المقبلين عكس التوقعات لربما؟ لا أعتقد أن خيار أو احتمال التوصل إلى صفقة للتهدئة ضعيف للغاية. أولا في اعتبارات ترتبط بضعف المركز السياسي لبايدن في هذا التوقيت على نحو لا يجعله بنيامين نتنياهو أحد أوراق الضغط، لأن لو كان هناك
ضغط أمريكي فعال وكافي على بنيامين نتنياهو لا تغير الموقف الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين على الأقل من المقترح الأمريكي. النقطة الثانية ترتبط بالنسق العقيدي الحاكم لبنيامين نتنياهو، هو لا يريد التوصل إلى اتفاق إلا وفق رؤيته السياسية، خاصة وأن التوصل إلى اتفاق والوصول لنهاية لحرب غزة الخامسة يعني نهاية المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو، وهو لا يريد ذلك. النقطة الثالثة أن تصور بنيامين نتنياهو هو متأكد أن حماس لن تستسلم، وبالتالي هو يحاول أن ليس فقط تعقيد التفاوض السياسي وإنما استمرار الأعمال العسكرية الميدانية، وهو كان واضحا منذ البداية هو وإتلافه الحاكم أن هذه حرب طويلة المدى، وبالتالي حرب غزة الخامسة تختلف عن الحروب الأربعة الأولى في مداها الزمني الطويل، في الخسائر البشرية التي حدثت بالنسبة لإسرائيل في بدايتها، في البقعة السوداء التي ستظل ملتصقة ببنيامين نتنياهو بأن هذه الهجمات هجمات 7 أكتوبر حدثت في عاد. أنا أعتقد في كمان هدف أساسي بالنسبة لبنيامين نتنياهو، هو لا يسعى للتوصل لاتفاق بقدر ما هو يسعى إلى توسيع نطاق الحرب، هو يريد توسيع الحرب على مستوى الجبهة اللبنانية، يريد أن يوسع نطاق الحرب ويستغل نافذة الفرصة السياسية التي أتاحت له حرق ميليشيا الحوثيين في اليمن، استمرار المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي هو من مصلحته ذلك، لأن أي أطراف أخرى سواء كانت أطراف دولية الولايات المتحدة أو أطراف إقليمية هي يهمها باستثناء إسرائيل يهمها عدم التصعيد الإقليمي، يهمها مسألة التوصل إلى الاتفاق، يهمها عدم إعطاء فرصة لبنيامين نتنياهو للتزرع بمواصلة تلك الحرب. علاوة على ذلك أنه لا توجد بالنسبة له رؤية أو حتى لإتلافه الحاكم فيما يخص مرحلة اليوم التالي. أعتقد أن فعلا كان هناك هل هو شوف دكتور محمد جاء اعذرني جدا جاء على ذكر اليوم التالي للحرب، قال يجب إزالة العسكرة في اليوم التالي للحرب، يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية، غزة يجب أن تدار من فلسطينيين لا يسعون إلى تدميرنا، وعندما تتم هزيمة حماس ستنبثق غزة من جديد، هذا ما قاله. وقال أيضا حتى يعني نضع المشاهد أيضا بالصورة، لا نمانع أن تدير غزة إدارة مدنية فلسطينية أي لا تعادي إسرائيل. هو بالفعل يعني لكن هذا يتعارض مع اتجاهات أخرى. أولا بنيامين نتنياهو لا يريد الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية على الأقل في مرحلة ما قبل 7 أكتوبر، بل هو علاقته مع القاهرة متعرضة لتوتر مستدام لأنها متمسك بالوجود في محور صلاح الدين فيلادلفيا، وزيارة بنيامين نتنياهو منذ أيام قليلة لهذا المعبر يعبر عن أنه لا توجد نوايا للسلم بأي شكل من الأشكال. النقطة الثانية إنه يعترض على تسليم أو إدارة المعبر أو اللي هو بتصر القاهرة على أن يكون شأن فلسطيني، هو يرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مستعدة لذلك، وبالتالي لا توجد لديه نوايا إلى أنه مثلا مثلما تقول مصر، مثلما تقول السعودية، مثلما تقول الإمارات إحداث إصلاحات جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية، ربما الحديث عن دعم من بعض قوى المجتمع الفلسطيني، ولو أتحدث عن قوة
العشائر الفلسطينية في درجة كبيرة، أو على الأقل التفكير في قوات دولية بمشاركة من قوات عربية على الأقل بصورة مؤقتة حتى نعبر تلك المرحلة. وبالتالي هناك نوع من ازدواج المعايير والازدواج، يعني هناك اتفاق على ما يبدو بوجهات النظر بينك وبين الأستاذ يؤاف شتيرن، يعني نتنياهو لا يملك الرؤية. أعود إلى الأستاذ نزار فرسخ، يعني ذكر الدكتور محمد في بداية الحديث عن ذكر إيران أكثر من مرة، أن إسرائيل تحارب إيران في المنطقة، جبهات عدة، لبنان، اليمن وغيرها، وحتى في غزة بما أن حماس كما يقول تتبع لإيران. ما مدى تأثير ذلك فعلا، وخاصة على موضوع الإمدادات العسكرية الأسلحة إلى إسرائيل؟ صحيح، كما اعتدنا نتنياهو يحاول يهرب إلى الأمام، يريد أن يورط الولايات المتحدة في حرب مع إيران وحزب الله، وجزء منه لو لاحظت حين قال أعطونا، يعني نحن نقوم بهذه الحرب بالنيابة عن الغرب، ونحن يعني نحن الحضارة ونحارب الهمج والبرابرة، وبالتالي هذه الحرب حربكم، وعليكم أن إذا أعطونا السلاح أسرع فسوف نتخلص من هذا الخطر أسرع. وهذا خطاب يحبه اليمين الأمريكي، اليمين الأمريكي يريد أن يسمع مثل ذلك الخطاب، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحدى الأعداء وتخوض الحروب على رؤيتها، وبالتالي هو خطاب موجه للأمريكان اليمينيين والمحافظين كي يتحمسوا للخطاب أو ليتبنوا هذه الرواية أو السردية أن إسرائيل تحارب بالنيابة عن الحضارة الغربية وما إلى ذلك. سأنقل هذا الطرح إلى الأستاذ يؤاف شتيرن، ما رأيك؟ هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ نزار من حيث استعطاف الولايات المتحدة بأن إسرائيل تحارب بالنيابة عنكم إيران في المنطقة؟ نعم، الرؤية التي طرحت في هذا الخطاب مبسطة جدا كما يحب الأمريكان، إحنا نور، إحنا الحضارة، وهم البرابرة الهمج، إحنا جيدون، هم سيئون. رسائل مبسطة جدا، واضحة جدا، مع أنه هو حاول أن يختصر أو يقتصر بأنه الهمج هم فقط الحماس، لأنه هو تطرق بنفس الوقت ويقول يجب أن نبني حلف إبراهيمي في المنطقة. صحيح. ويذكر ما حدث بالهجوم الإيراني، وأن الولايات المتحدة قادت ربما منظومة إقليمية لمواجهة والتصدي للصواريخ الإيرانية. ولكن بالفعل اليمين في أو الجمهوريون في الولايات المتحدة يحبوا جدا هذه الرسائل، وأيضا الديمقراطيون لا يمنعون، أو بالنسبة لهم الأمور واضحة، وهو حظي بالتصفيق بشكل واضح. وأيضا في إسرائيل هذه الرؤية أو كيف ينظر الإسرائيليون بشكل عام إلى ما يحدث هذه الأيام. ويجب أن نعترف الولايات المتحدة بمجملها تقف وراء إسرائيل حتى برئاسة نتنياهو، ونتنياهو يستغل زيارته ليقدم طرحا واضحا بأن إسرائيل تنتمي إلى هذا المعسكر وليس إلى تلك المعسكر، مخالفا لما نسمعه في ربما عواصم أخرى. نعم. في جهات دولية ومؤسسات دولية. فقط أستاذ بصير، نقطة فضل. واحدة عن المفاوضات، أعتقد أن نتنياهو لا يريد الآن نهاية المفاوضات والصفقة. إذا كان يريد نتنياهو هذه الأمور كان يتطرق إليها، كان أرسل الوفد إلى الدوحة ليس يوم الأحد، يعني أجل إرسال الوفد للأسبوع القادم، وإحنا ننتظر أسبوعين بأن يطرح الموقف الإسرائيلي
للوسطاء. لم يقول مثلا أن ليس هناك صلاحيات لفريق المفاوضة. أعتقد أن نتنياهو يخشى من تداعيات الوصول إلى صفقة. أهم من كل النقاط التي ذكرها الدكتور محمد بالنسبة لإطالة أمد الحرب ورؤيته للحوثيين ولحزب الله، ما هو مهم وأهم لنتنياهو مستقبله السياسي ومصالحه. وضحت الفكرة. دكتور محمد، لدي دقيقة إذ كان لديك أي تعليق على ما تفضل به السيد شتيرن. أنا أعتقد أن يعني بتفق مع هذه الرؤية، وهي أن المسألة التوصل للاتفاق يواجه بتحديات لأول لها من آخر. القرى لا تزال في الملعب الإسرائيلي، لكن إسرائيل ممثلة في رئيس وزرائها لديه تصور مرتبط بإطالة أمد الحرب، بل توسيع نطاقها لتضم أطراف مختلفة، يستغل عدم وجود ضغوط أمريكية فعالة عليه، يستغل حالة الانقسام داخل الإدارة الأمريكية، يوظف صوت اللوبي الصهيوني لدعم مركزه، غياب لأدوار فاعلة من جانب المجتمع الدولي بدرجة كبيرة. شكرا. وبالتالي يظل الرهان على الداخل الإسرائيلي، سواء التمرد داخل الائتلاف الحاكم أو التمرد داخل الليكود، ضغوط إسرائيلية متزايدة من الداخل من المعارضة. هي وربما قد نستمع إلى تغيرات وجهات النظر دكتور محمد، يعني غدا أو خلال اليومين المقبلين في لقاءات نتنياهو مع بايدن وترامب وكمالا هاريس. أشكركم جزيلا جزيل الشكر. كنت معي من القاهرة الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من واشنطن كنت معنا الأستاذ نزار فرسخ، أستاذ محاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. من حيفا كنت معنا المحلل السياسي الإسرائيلية الأستاذ يؤاف شتيرن. شكرا لكم. في حديث خاص للحدث قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن على إسرائيل التراجع فورا عن وضع اليد على 1200 هكتار بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن أوروبا تعمل لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. فرنسا أعلنت بشكل منهجي أنها تعارض الاستيطان في الضفة الغربية، فهو غير شرعي، ونطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع فورا عن قراراتها الأخيرة، ومن ضمنها وضع اليد على 1200 هكتار في الضفة الغربية. تبنت فرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد قبل أيام دفعة جديدة من العقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين عنيفين، وطالت العقوبات 5 أشخاص وثلاثة كيانات، وسنواصل في هذا الاتجاه لأن الوضع في الضفة الغربية مقلق للغاية، لذلك سنبقى في حالة تعبئة وسنعمل على إجراءات عقابية جديدة في المستقبل. فاصل قصير نواصل من بعده. مسؤول عسكري إسرائيلي يقول نتبادل مع حزب الله لعبة الصبر القاتلة على الحدود اللبنانية. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهريا. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟
المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. مرحبا مجددا. قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان إنها تأمل بأن يؤدي اتفاق بشأن غزة إلى إنهاء الأعمال القتالية على امتداد الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وحذرت من أن أي سوء تقدير قد يؤدي إلى اشتعال الحرب في المنطقة بأكملها، ورأت أن سبل إنهاء الأعمال القتالية على امتداد الخط الأزرق لا تكمن في لبنان فقط. نبقى في الشأن اللبناني. لم تخرج المعارك بين حزب الله وإسرائيل عن قواعد الاشتباك، وظلت محكومة بما أسمتها وكالة رويترز للأنباء بلعبة الصبر حتى لا تتحول إلى حرب شاملة. على مدار أشهر بقيت المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله محصورة في القرى والتجمعات السكنية المهجورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان. يوميا يتبادل الجانبان وابلا من الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية والضربات الجوية في مشهد بات يتكرر على مدى التسعة أشهر الماضية. أسفرت هذه المواجهات وفقا لتقارير إعلامية إلى مقتل ما يقرب من 350 مقاتلا من حزب الله و20 جنديا إسرائيليا. وكالة رويترز لا تستبعد هجوما محتملا على لبنان قد يزيد بشكل كبير من خطر نشوب حرب إقليمية ربما تتدخل فيها إيران والولايات المتحدة. هذا الخطر ظهرت مؤشراته في استخدام حزب الله المتزايد للمسيرات الإيرانية. قابله تعديل إسرائيل لنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، وهو في نظر رويترز يشي بشكل جلي أن إسرائيل وحزب الله تختبران بعضهما البعض منذ أشهر في معركة تكتيكية قد تتحول إلى حرب شاملة. وسط ترقب لكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدمت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب شكوى قانونية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة لخوض الانتخابات كمالا هاريس، واتهم فريق ترامب حملة هاريس بانتهاك قانون تمويل الحملات من خلال استبدال اسم جو بايدن باسمها للسيطرة على أموال حملته، فيما اعتبرت حملة هاريس هذه الشكوى بمثابة جهد قانوني زائف. يبدو أن ترامب قرر فتح جبهة جديدة في معركته الانتخابية ضد الديمقراطيين باستخدام ما هو متاح من أدوات قضائية. قدمت حملته شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد المدعية العامة السابقة والمرشحة المحتملة كامالا هاريس بتهمة الاستيلاء على أموال حملة بايدن. هاريس قامت بعملية استيلاء وقحة على الأموال، إنها بصدد ارتكاب أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي. يعتقد فريق ترامب أن استخدام هاريس للأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن ليس بالقانوني، والخلاف يتمحور حول الحسابات التي بلغت نحو 92 مليون دولار، محاولين بذلك كسب القضية وعرقلة محاولات هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات. هذا ليس أكثر من مساهمة مفرطة بقيمة 91 مليون ونصف المليون دولار من مرشح رئاسي إلى آخر، أي من حملة جو بايدن القديمة إلى حملة كمالا هاريس الجديدة. هذا الجهد يسخر من قوانين تمويل الحملات الانتخابية لدينا. بهذه الشكوى يكون ترامب قد اختار دخول ملعب هاريس القضائي،
فهي تمتلك خلفية قانونية بحكم عملها كمدعية عامة قبل دخولها سلك السياسة. حملة هاريس اعتبرت الشكوى بمثابة جهد قانوني زائف لعرقلة عملهم، مشيرة إلى أن اللجان كانت دائماً معتمدة إما لبايدن أو هاريس، لكن القرار الأخير سيعود إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن اعتبرت عملية تحويل الأموال غير قانونية ستلجأ إلى فرض غرامة أو إحالة القضية إلى وزارة العدل الأمريكية. نبقى في الأخبار المتعلقة بكمالا هاريس، فلم تتأخر هذه السيدة لحظة عندما لاحت لها الفرصة للترشح باسم الحزب الديمقراطي، فهل هذا يعني تلقائياً أن طريقها ليس محفوفاً بالتحديات؟ عملياً تحتاج هاريس وفق منظور لروبرت فورد السفير الأمريكي الأسبق لدى سوريا والجزائر إلى تجاوز تلك التحديات التي تعترض ترشيحها خلفاً لبايدن. التحدي الأول يفرض عليها تشكيل شبكة واسعة من آلاف الموظفين والمتطوعين أيضا، زيادة على ما ترثه من حملة بايدن من أنصار ومن أموال لازمة لتمويل حملتها. لكن هذه النقطة بالذات أدرجها فورد كتحدي ثاني سيواجه هاريس، بما أن ما جرى جمعه سابقا أو ما جرى جمعه عفوا سابقا كان لمصلحة حملة بايدن لا لمصلحة هاريس، وستكون هاريس بحسب تقديرات السفير الأمريكي في حاجة ماسة كذلك إلى الدعم الذي يقدمه الشباب الأمريكي تقليديا لمرشحي الحزب الديمقراطي، وهذا يفرض عليها موائمة مواقفها مع أولويات الشباب فيما يتعلق بالاقتصاد والحريات الفردية والحملة الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. ومن المحتمل أن تغير هاريس لهجتها بشأن غزة، وهذا تحدي آخر، لكنه ليس بعسير، فهي أقرب إلى الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الأكثر تعاطفا مع الحقوق الفلسطينية. ولطالما كانت هاريس كما قالت صحف أمريكية عدة تحض بايدن خلف الأبواب المغلقة على أن يكون أكثر حساسية اتجاه معاناة الفلسطينيين، لذا شبه فورد نهج هاريس تجاه الفلسطينيين أو فلسطين والشرق الأوسط بأنه أكثر قربا إلى أوباما وبايدن، ومع ذلك فتعاطفها مع فلسطين لا يقلل من دعمها لأمن إسرائيل. والدليل على ذلك وفقا للسفير الأمريكي أن هاريس لم تحض بايدن ولا مرة على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتغيير تكتيكاتها في غزة، وكذلك الحال في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط الأخرى حيث تنتهج نهج حزبها، إذ انتقدت انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بالطبع. نظرة هاريس لملف الشرق الأوسط باعتباره أحد محاور السياسة الخارجية الأمريكية قد يكون وفق فورد عاملا فاعلا لدى هاريس في اختيار نائب لها، وهذا فعلا تحدي آخر. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس بطة عرجاء رغم قراره الانسحاب من السباق الرئاسي والاكتفاء بولاية رئاسية واحدة. وقالت بيير للصحفيين أن بايدن يريد البناء على ما تمكن من القيام به، مؤكدة في ذات الوقت لسنا نرى أنفسنا بطة عرجاء على الإطلاق مرة أخرى. إلى بيير تمام. أنا مع الآن بيير غانم من واشنطن. بيير مرحبا بك مراسل الحدث. بيير أبدأ معك قبل أن نخوض فيما يتعلق بموضوع هاريس وبايدن عما حدث من ردود أفعال لكلمة نتنياهو في الكونغرس اليوم. هناك ترحيب كبير من قبل الجمهوريين، هناك انتقادات كثيرة من قبل الديمقراطيين، وهناك الكثير من التظاهرات في الخارج. عمليا نتنياهو استغل المنبر الذي قدمه له رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وحاول أن يقدم وجهة نظره أمام الكونغرس الأمريكي بشكل سافر لنقول ذلك، وهو تلقى الكثير من الترحيب داخل القاعة، ولكن هناك الكثير من المنتقدين الذين لم يحضروا وقد عبروا أيضا على اعتراضاتهم على محتوى كلمته بعدما أنهى كلمته. نعم بيير، فيما يتعلق بموضوع اللقاءات التي ستعقد غدا وخلال الأيام المقبلة بين نتنياهو وبايدن وهاريس وترامب، أي تفاصيل عما سيتم مناقشته خلال هذه اللقاءات؟
نعم، تحدث مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى الصحفيين قبل ساعة من الآن، وأعطى الكثير من التفاصيل حول مضمون المحادثات. أولا، هناك فرق عمل إسرائيلية وأمريكية كانت تعمل منذ وصول نتنياهو إلى العاصمة واشنطن منذ يومين، وهناك أمران كبيران. الأمر الأول هو موضوع إيران والتهديدات التي تشكلها إيران على منطقة الشرق الأوسط بما فيه على إسرائيل. الموضوع الثاني هو موضوع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وماذا يحدث بعد ذلك. المسؤول الكبير في البيت الأبيض تحدث بنوع من الإسهاب حول هاتين النقطتين في كلمته الافتتاحية، ثم أعطى الكثير من التفاصيل حول موضوع وقف إطلاق النار. أشار إلى أن هناك بعض التفاصيل النهائية المطلوبة للوصول إلى اتفاق نهائي، وبدون شك أن هناك نوع من مسافة بين موقف الرئيس بايدن والإسرائيليين، وهناك بعد كبير بين موقف بايدن والإسرائيليين من جهة وحماس من جهة أخرى. كيف قرأ الجمهوريون، ربما لم تخرج حتى الآن يعني ردود فعل رسمية، عما تحدثت به كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض؟ لسنا بطة عرجاء، وهنالك مهاجمة لمن يطالب بايدن بالانسحاب حتى أو بالتنحي عن الرئاسة بحد ذاتها. ما حاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض قوله أولا هو أن الرئيس بايدن قال، وهو سوف يفعل ذلك بحسب ما قالت، أنه سوف يبقى يعمل حتى اليوم الأخير من ولايته، أي حتى منتصف نهار يوم 20 يناير من العام المقبل، أي بعد حوالي 6 أشهر. الموضوع الثاني المهم الذي حاولت أن تؤكد عليه هو أن الرئيس الأمريكي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو القائد العام للقوات الأمريكية، وهو رئيس يحاول أن يتابع عمله بشكل عادي، وليس أن يكون رئيسا مشلول الصلاحيات أو مشلول القدرة على العمل. وبالتالي كانت تحاول أن تقول أن أمامنا 6 أشهر، وأن الرئيس بايدن سوف يحاول العمل خلال هذه الأسابيع والأشهر المقبلة ليتابع أيضا ما يريد أن يفعله كرئيس بالتعاون مع الكونغرس الأمريكي. فيما يتعلق فقط بهرس بالثلاثين ثانية المتبقية، بيير، هل صدرت أي تصريحات أو تعليقات على ما حدث داخل الكونغرس، وبالطبع ضمن الانتقادات التي وجهت إليها بتعمد غيابها عن هذه الجلسة أو الخطاب؟ من الواضح أن هاريس حاولت الابتعاد عن هذا الحدث، ولكنها من جهة أخرى تريد أن تجتمع بنتنياهو غدا في البيت الأبيض، وطبعا هو لديه اجتماع مع بايدن ومع ترامب، وبالتالي كان هناك بديل عن غيابها عن هذه الجلسة. جزيل الشكر لك زميلنا العزيز مراسل الحدث من واشنطن بيير غانب، كل التحية لك بيير. قال محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور في مقابلة خاصة للحدث إن الدور الذي تقوم به مصر ومحافظة شمال سيناء لا يخلو من الصعوبات السياسية المتمثل باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين. احنا مكلفين بالإشراف ومتابعة وتنفيذ الأوامر القيادة السياسية بخصوص وصول المساعدات. الموضوع فيه صعوبات سياسية طبعا، الكلام ده معروف للناس كله، لكن الدور الذي تقوم به مصر والدور الذي تقوم به المحافظة استقبال الجرحى والمصابين، كنت بشوف برضو المجتمع الدولي في جزء منه بيتهم مصر بعرقلة المساعدات. أنا حضرتك لقيت مخازن متطورة جدا، مخازن ميدانية انشئت بشكل سريع في مناطق يعني قريبة من المعبر، وحقيقي وظروف جوية صعبة جدا. وأكد محافظ شمال سيناء للحدث أن السلطات المصرية في شمال سيناء ليس لديها أي معوقات لإدخال المساعدات بشكل كامل لأهالي القطاع. أنا كسلطة تنفيذية ما عنديش ما يعيق إطلاقا. كل المعوقات ده ملف سياسي بيدور خارج المحافظة. لكن لو طلبوا أن كل المساعدات تخش ونشتغل 24 ساعة، أنا لا أبالغ، جاهزين بنسبة 100%. طبعا الانفاق طبعا كانت موجوده في فتره من الفترات، وكان لها يعني استخدام يعني سلبي حتى على الجانب المصري.
لكن التخطيط اللي تم بعد 2013 انه يتم القضاء التام على هذه الانفاق وكان عددها كبير. احنا قضينا على هذه الانفاق، والمشكله مش هي القضاء على النفق، المشكله ان الواحد يقتلع المشكله من جذورها. احنا انشانا منطقه عزله في الحدود بيننا وبين قطاع غزه بتمتد لعمق كبير جدا باجهزه تامين عاليه التقنيه عشان ما يقعدش موضوع الانفاق تاني تحت اي مسمى او بكل المقاييس يعني. مشاهدينا انتهت هذه الساعه الاولى من جولتنا الاخباريه، دقائق قليله واعود والتقي بكم على راس الساعه المقبله لفتح ملفات عده ابرزها بالطبع الملف السوداني والمبادره الامريكيه الاخيره لوقف الحرب. تابعونا، الى اللقاء. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا لا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. Thank you.
هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائماً لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. في سويسرا وجيبوتي مساعي دولية وإقليمية لوقف الاقتتال بين الفرقاء في السودان. محافظ شمال سيناء للحدث مستعدون للتعامل مع كافة السيناريوهات فور فتح معبر رفح. رئيس الوزراء المصري يقول إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية العام المقبل. أجدد الترحيب بكم مشاهدين في جولتنا الإخبارية وفي ساعتها الثانية، ونبدأها فيما يتعلق بالأزمة السودانية. إذ انطلقت اليوم في جيبوتي اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان. هذا ومن المقرر أن يبدأ اجتماع ثان الخميس أي غدا في جيبوتي، ويستمر لمدة يومين، يجمع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان. إلى ذلك دعا الشركاء الدوليون والإقليميون إلى ضرورة عودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات بشكل عاجل، والبناء على ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة. كما أكدوا على ضرورة توقيع اتفاق لوقف النار بآليات للمراقبة الفاعلة والملزمة وتوحيد المنبر التفاوضي لتحقيق سلام دائم. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في سويسرا في أغسطس. إذن مشاهدينا، مبادرة أمريكية جديدة لوقف الصراع في السودان ولإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، ورغم أنها تصطدم بعقبات قديمة لكنها أيضا تحمل فرصا واعدة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان دعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مفاوضات جديدة الشهر المقبل في سويسرا. ووفق مراقبين فأن المبادرة الجديدة تتميز بثقل دولي، كونها تتم بدعوة ومشاركة أمريكية وبرعاية سعودية سويسرية ومشاركة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إضافة إلى مصر والإمارات. مصادر دبلوماسية قالت إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سيزور السودان في 8 أغسطس، وسيلتقي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمناقشة المبادرة الجديدة. ومن المفترض أن تنطلق المفاوضات الجديدة ضمن مرحلتين مترابطتين، الأولى تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار ومعالجة القضايا الإنسانية وفرض آليات مراقبة فاعلة. أما المرحلة الثانية من محادثات سويسرا المرتقبة فتشمل إنهاء الحرب والوقوف على أسبابها وتمهيد لتأسيس الدولة. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو سارع للترحيب بالدعوة الأمريكية وإعلان مشاركة الدعم في المحادثات المرتقبة في سويسرا، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من طرف الجيش على الدعوة الأمريكية، والذي عادة ما يطالب الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة قبل استئناف أي تفاوض. نناقش
هذا الأمر تحديدا المبادرة الأمريكية مع ضيوفي من أديس أبابا الدكتور علاء الدين النقد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. تقدم من القاهرة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوبة المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية، وأيضا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ سيبوي يوسف. أرحب بكم جميعا ضيوف الكرام على شاشة الحدث، وأبدأ معك دكتور علاء، كيف تتوقع رد الجيش أو تعليقه حتى الآن على هذه المبادرة الأمريكية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الصحابة أجمعين. دائما الرحمن المغفر خلود شهداء الثورة وشهداء الحرب من مدنيين وعسكريين وعائلة شفاء جرحى المصابين وعضوا ظهرا المفقودين، وندعو الله أن توقف هذه الحرب اللعينة ويعيد السودانية إلى بلدها من المؤمنين. شكرا على الاستضافة. أهلا بك. وشكرا للحدث على المتابعة اللصيقة لأحداث السودان. والله حقيقة يعني كما تحدثت يعني حضرتك في التقرير وقلت أننا يعني أن قائد الدعم السريع قد استجاب وأبدأ استجابة سريعة لهذه الدعوة ورحب بها، وبينما حتى الآن لم يصدر أي قرار أو أي رد من الجيش، وهذه للأسف يعني هي العادة في الجيش، هذا التعنت والتماطل في الذهاب إلى المفاوضات أو حتى في الرد على المفاوضات، وهذا ليس بغريب يعني على الجيش. للأسف يعني رأينا التعنت حاصل حتى في مفاوضات جنيف الأخيرة اللي كانت بين الأمم المتحدة وبين الجيش. ما هو الجيش واضح دكتور علاء يريد من الدعم السريع تنفيذ ما جاء به إعلان جدة. طبعا هذه هي كذبة كبيرة جدا، يعني روجوها وأرادوا أن يعني يصدقها الآخرون وذهبوا بها دائما في المنابر حتى صدقوهم أنفسهم. هي ما حدث في مفاوضات جدة أن إلزام الخروج من الأعيان المدنية كان للطرفين، الجيش والدعم السريع، ولكن رفضه الجيش لأنه حتى الجيش كان متواجد في أعيان مدنية وكان موجود في داخل مستشفى المعلم ولديه قناصة على سطح مستشفى المعلم والأماكن الحوالينها، وحتى الآن الجيش متواجد أيضا في أعيان مدنية للمواطنين. فهذا يعني افتراء وكذب تحدث به الجيش وساقه إعلامه كويس. لكن حتى في مفاوضات جدة الجيش انسحب من الجولتين. إذا كان تحدثنا عن الجولة الأولى كويس الخروج من الأعيان المدنية، الجولة الثانية اللي حصل فيها إجراءات بناء الثقة اللي هي 4 إجراءات، منها تسليم وإعادة المفارين من السجون والمطلوبين العدالة إليها، وكان من ضمنهم قادة النظام البائد، لم يقم الجيش بذلك، وهذا من كان من أهم إجراءات بناء الثقة. وضحت الفكرة. لقاء على مستوى قائدي اللي هو نائب قائد الجيش الكباشي والقائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في المنامة، كان الجيش السوداني هو من الذي أفشل هذه المفاوضات. وضحت الفكرة دكتور على. أعود إلى الدكتور أمين وأرحب به. سيادة اللواء مرحبا بك مجددا، هل تتفق مع ما قاله الدكتور علاء بطرح أسباب يعني تأخر الجيش حتى على التعليق على هذه المبادرة الأمريكية؟ صباح الخير ومرحب بك. صباح الخير. ومرحب بالسادة المشاهدين ومرحب بضيوفك الكرام. حقيقة نحن نتعامل مع دولة، السودان حكومة ودولة، وبالتالي تحتاج بعد تلقي الدعوة الأمريكية إلى التحضير الجيد والرد على هذه الدعوة، وليس بعد ربع ساعة من الدعوة أن يرد الدعم السريع بالموافقة. هذه دولة لديها مؤسسات، لديها رئاسة مجلس السيادة، وزارة الخارجية، القيادة العامة للجيش، وبالتالي في تنسيق وسيتم الرد في الوقت المناسب. الآن نتحدث عن مفاوضات مقرر لها يوم 14 أغسطس، ما زال هنالك وقت متيسر، وبالتالي تستطيع الدولة أن ترد بما ترى وأن تحدد وفدها المفاوض والأجندة. الاتفاق على الأجندة، إلى الآن لم ترسل الأجندة، وبالتالي هي عمليات تنظيمية سواء كان للوفود أو للأجندة أو لتنسيق المواقف مع الدول الحليفة. هنالك اجتماعات بالتتم في جيبوتي، زيارات تمت. هو الحديث فقط سيادة اللواء دكتور أمين، يعني البعض يقول بأن لربما الجيش تأخر حتى على التعليق، يعني ليس الرد بالموافقة أو بعدم الموافقة، فقط التعليق على هذه المبادرة.
التعليق موجود من قبل، تحدث السيد وزير الإعلام، تحدث السيد وزير الخارجية أنهم موافقون على التفاوض في منبر جدة تحديدا حسب المناسبة التي ورد فيها هذا التصريح، وبالتالي السودان موافق وذهب إلى جنيف أيضا للقضايا الإنسانية ومساعدة المواطنين، وبالتالي فقط هي مسألة تنظيمية. الدعم السريع طبعا قيادته بعد ربع ساعة فقط من الدعوة، هذا يؤكد أنها تعاني، يؤكد أن هنالك إشكالية في الميدان تريد هدن مثل الهدن السابقة، ولذلك في تجربة تجربة المجرب يورث الندامة. لذلك الحكومة السودانية والجيش السوداني سيحددون موقفهم حسب التجربة السابقة والتعامل مع الدعم السريع وليس مع أي جهات أخرى. هذا المهم، أنه ستكون المفاوضات مع الدعم السريع تحديدا وليس أي جهات أخرى. وضحت هذه الفكرة. أستاذ سيبوي رحب بك مجددا، يعني برأيك هل تأخر الجيش في التعليق، ولماذا كما يقول الدكتور أمين سارع الدعم لقبول هذه المبادرة بوقت قصير جدا؟ مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي. أهلا بحضرتك. في تقديري يعني أنه موافقة الدعم السريع هي يعني لا تنفصل عن كل مواقفه السابقة التي تتعلق بوقف هذه الحرب، والاتجاه نحو كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف نزيف الدم السوداني، وبالتالي يعني تعتبر يعني تلبيته المباشرة هي يعني لا تنفصل عن مواقفه السابقة. وفي المقابل يعني نجد إنه الجيش هو نفسه لا يملك قراره، وأن هنالك أكثر من قرار داخل الجيش، وأن هنالك يعني انقسامات بدأت الآن تبدو واضحة، وحتى الحديث الذي يتحدث عنه اللواء أمين عن إنه الدعم السريع يعني يتراجع، فالآن يعني قبل ساعات سقطت مدينة السوكي وهي مدينة استراتيجية في ولاية النيل الأزرق. فالدعم السريع هو متقدم على الأرض، فلا يوجد يعني ما يمنع أن يعني يضع الدعم السريع كل قدراته على أساس أنه يوقف هذه الحرب، وليس عن موقف ضعف ولكن عن موقف قوة. ونحن نعلم بأن قرار الجيش هو مختطف للحركة الإسلامية، وهنالك أكثر من قرار، ونحن شاهدنا يعني كثير من التناقضات التي صاحبت قرار الجيش منذ يعني. قبل أن أطرح هذا السؤال على الدكتور أمين مجددا، يعني أريد أن أفهم منك، يعني سيطرة الدعم السريع على مدينة السوكي بولاية سنار هل ستغير في مجرى الحرب يا أستاذ سيبوي؟ نحن نتحدث يعني هو عندما يتحدثون عن الجانب العسكري وعن تقهور الدعم السريع، ولكن نحن نتكلم إنه الدعم السريع يتحدث عن منطقه وعن وجوده على الأرض وعن تقدمه في كثير من المحاور. فبالتالي يعني من يتحدث عن أن الدعم السريع مثلا يتراجع أو غيره، فهذا حديث يعني مردود من خلال الواقع الميداني، ولكن نتحدث عن الرغبة الحقيقية في السلام وعن الرغبة الحقيقية في إيقاف الحرب، فهذه يجب أن تكون أولوية لحقن الدم السوداني الذي يعني الآن يراق باسم الحركة الإسلامية وباسم فلول النظام السابق الذين يريدون أن يعودوا إلى السلطة على جماجم السودان. وضحت الفكرة. دكتور أمين يعني هو سيادة اللواء كيف ترد على هذا الطرح؟ طبعا مسألة الانتشار في القرى والمدن والسلب والنهب هي واحدة من المشاكل التي تعيق المفاوضات. إذا كنت أنت تقتل المواطنين وتنهبهم وتصر بعد الموافقة على السلام أنك تدخل إلى القرى الآمنة، فهذا ليس تطور ولا كسب للحرب، بالعكس هذه واحدة من الأشياء التي تعيق المفاوضات وتجعل الشعب السوداني بينه وبين الدعم السريع حاجز نفسي كبير جدا أنه يقتل المواطنين ويريق الدماء. وبالتالي هل هو القصد الضغط على الحكومة السودانية والجيش، أم القصد أنك تدخل بموقف تفاوضي قوي؟
هذا هو الشعب الذي تريد أن تحكمه، هذه الديمقراطية، هذا الحكم المدني الذي تريده، فكيف سيرضح لك الشعب السوداني بكامله وأنت تقتل كل يوم وتتحدث عن السلام؟ هذا تناقض غريب. حصار للمدن، التجويع، تم تضييع الموسم الزراعي الصيفي والشتوي ونزر طيب. المجاعة كلها بسبب الدعم أريد منك السريع. تعليق هذا تناقض دكتور كبير. دكتور أمين فقط بثلاثين ثانية، يقول لك الأستاذ سيبوي أن الجيش لا يملك قراره، هنالك انقسامات عدة فيما يتعلق بالموافقة على أي مبادرة أو حتى بتأخره على التعليق حتى على المبادرة الأمريكية. دكتور علاء أراك سأعود إليك قليلا. طبعا مسألة أنه القرار مختطف وأن هنالك جهة إيديولوجية، هذه أصبحت فرية كبيرة قبل الحرب، منذ الاتفاق الإطاري، منذ التغيير الذي حدث في 2019، أن هنالك فلول القوات المسلحة موجودة عمرها 100 عام. من قبل كان هنالك انقلاب فيه شيوعيين في 71 طيب. و69 وانقلاب في 90 كان فيه بعثيين، فلا يمكن أن تنسى الماضي وتعتقد الآن أنه في إسلاميين موجودين. وضحت الفكرة دكتور علاء، هي حاجز نفسي. اسمح لي فقط يعني حتى يعني نشرك الجميع بهذا الحوار. دكتور علاء طولنا عليك عذرني، لكن دكتور علاء يعني دكتور أمين يقول بأن رد الدعم السريع كان سريعا على هذه المبادرة، نريد تعليق منك على هذا الأمر. وأيضا في هذا الأمر تحديدا، في كل مرة يوافق الدعم السريع على أي مبادرة تتعلق بالسلام، لكن على الأرض هنالك اتهامات له بأنه يعني لا يبدي النيات الحقيقية فعلا لوقف الحرب. طيب أنا أتفق تماما مع تحليل الأستاذ سيبويه أنه دي مواقف الدعم السريع حقيقة، يعني للحقيقة تقال أي واحد بتابع المشهد السوداني عن كثب بيشوف أنه الدعم السريع هو الأكثر استجابة والأسرع استجابة لمنابر السلام. جيبوتي جاء قاعدة الدعم السريع، ما جاء قاعدة الجيش. جدة فضل وفد الدعم السريع حتى شهر بعد الانسحاب وفد الجيش. في جنيف ال 11-19 يوليو الجاري وفد الدعم السريع حضر كل الاجتماعات، وفد الجيش لم يحضر الاجتماع الأول كما قال ستيفن دوجاريك، لكن ما حدد وفد الجيش، لكن عرفنا من بعد وصل التزام من طرف واحد كان في النهاية مقر رمضان عمامرة، كان من طرف الدعم السريع وليس من طرف الجيش. فهذه الاستجابة السريعة هي ديدا في الدعم السريع، والأسف عدم الاستجابة والتمترس والتعنت هو من طرف الجيش. أما بالنسبة للوضع الميداني، أي نعم، مثل ما حدث عندما تقدمنا نحن في تقدم بدعوة إلى الجيش ودعوة إلى الدعم السريع للاجتماع معهم لحماية المدنيين، لم يستجب الجيش وإنما استجاب الدعم السريع وجلسنا معه، وكان إعلان أديس أبابا. والإعلان أديس أبابا لحماية المدنيين تم تنفيذ بعض بنوده ولم يتم تنفيذ البنود الأخرى، أو تعذر تنفيذ بنود أخرى. ليه؟ لأنه هذه حالة حرب، نحتاج إلى الاجتماع بالطرفين والالتزام من الطرفين حتى نصل لحماية كاملة للمدنيين من الانتهاكات. هو في انتقادات دكتور علاء، دكتور علاء دائما في انتقادات للتقدم بأنها يعني تقف بصف الدعم السريع، رغم أن التقدم تنفيه، يعني أنا جايك بالحكي، بس الفكرة أنه عقد الاجتماعات والمؤتمرات بدون حضور الدعم السريع، بدون حضور الجيش، هذا الأمر يعني ما الذي يفيده؟ طيب كلام ممتاز جدا وسؤال في محله. طيب ماذا إذا كان الجيش هو الوافق، مع أنه الدعوة من تقدم تم تقديمها أولا إلى الجيش يوم 25 ديسمبر 2023، ثم اليوم الثاني إلى الدعم السريع يوم 26 ديسمبر، ولكن الذي استجاب هو الدعم السريع. عذرني دكتور علاء، نتحول مباشرة، أنا أسف جدا ضيوفي، إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي في نورث كارولينا، نتابع. هذا مسرح جميل، ماذا بشأن الناس الذين هم في الخارج ولا يستطيعون الدخول؟ هل أي منكم يرغب بالتخلي عن مقعده لهؤلاء الموجودين في الخارج؟ أنتم أليسوا بأسخياء؟ كما تعلمون منذ 3 أيام قمنا بإلحاق هزيمة بأسوأ رئيس للبلاد جو بايدن المخادع، لقد انسحب من السباق لأنه كان يخسر إلى حد كثير في كافة استطلاعات الرأي بفوارق كبيرة، لكن ما الذي حدث هو أن زعيم الحزب الديمقراطي
وبحركة غير ديمقراطية. المدراء قالوا بأنهم سوف يقومون بإلقائي إلى الخارج من خلال استخدام التعديل 23. تعلمون أن هذا ما حدث. هؤلاء أشخاص قبيحين، ولهذا السبب لم يتبقى لدينا أي بلاد. الآن لدينا ضحية جديدة لنهزمها، الأسد كامالا هاريس، وهي أكثر نائبة رئيس لا تتمتع بالكفاءة في البلاد، وقد تم تسميتها كأسوأ رئيس في البلاد وفقا لاستطلاعات الرأي. ومعا سوف نقوم بكسب نورث كارولينا وسنحقق فيها انتصارا عظيما، وسوف نستعيد البيت الأبيض الجميل، وبكل بساطة سوف نجعل أمريكا عظيمة مجددا. على مر ثلاث سنوات ونصف السنة الأسد أو اللبوة كامالا هاريس كانت هي السبب في كل كوارث بايدن، فهي قامت بتدمير بلادنا. ولو كانت لتتاح لها الفرصة للوصول إلى سدة السلطة فلن نسمح بحدوث ذلك. كما تعلمون كان يفترض بي أن أكون لطيفا، وقالوا لي بعد أن تعرضت لطلقا ناريا بأنني تغيرت وأصبحت شخصا لطيفا، لكن عندما تتعاملون مع هؤلاء الأشخاص فهم أشخاص خطرين، لا يمكنكم أن تتحلوا بالكياسة. إذا سمحتم لي فلن أكون شخصا لطيفا. كامالا هاريس هي أكثر سياسية ليبرالية تم انتخابها في التاريخ الأمريكي. إنها ليبرالية متطرفة، وهي مروعة، وكما تعلمون أنها أكثر ليبرالية من بيرني ساندرز. هل تعلمون ذلك؟ والآن تحاول أن تتخلص من سجلها، لكن ليس بمقدورها فعل ذلك، ولا تدرك ما الذي فعلته من الدمار الذي خلفته في البلاد. لقد توجهت إلى الحدود، لكنها قد تم تعيينها من قبل هذا الرئيس المروع. كيف أصبح هذا الرجل رئيسا بحق السماء؟ قد أبلينا بطريقة أفضل، ولا يمكن أن نتحمل ما الذي فعله هذا الرجل في البلاد لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة، لأن ما فعله في بلادنا تعجز الكلمات عن وصفه. ومن خلال الحدود الخاصة بنا وبوجود كامالا هاريس قد تم السماح ل 21 مليون مهاجر غير شرعي للدخول إلى بلادنا من كل حدب وصوا، وتسبب جو بايدن بخلق أسوأ تضخم دمر الطبقة المتوسطة، الأمر الذي أضر بكافة أفراد المجتمع حتى في نورث كارولينا. حتى أسأل لارا، لارا قامت بعمل جيد، لأنني أود أن أذكر ذلك من أجل أن لا أنسى ذلك. لا أود لأي أحد أن يتحداني بقدراتي الذهنية، وأود أن أتذكر أن أقدم لارا لأنها كانت زوجة هاريك. وقد تمت تسميتها وقامت بتسمية إحدى بناتها تيمنا باسم الولاية كارولينا. فسألت أي كارولينا، فبكل تأكيد قالوا لي نورث كارولينا.
وعندما أرسلت كامالا هاريس إلى أوروبا للوقوف في والنظر في مسألة هجم الهجوم على أوكرانيا غادرت دون أن تحقق أي نتائج، فهي سيئة بالنسبة لنا. كل ما تلمزه كامالا هاريس يتحول إلى كارثة. دمرت سان فرانسيسكو بسياستها، تحققوا من سان فرانسيسكو، كانت قبل 20 سنة أكبر أعظم مدينة، أما اليوم فلم تعد مدينة نموذجية. إذا ما تم اختيارها فسوف تقوم بتدمير البلاد، لن نسمح لها بأن تصبح رئيسة. لا يمكن تصديق الأمر على الرغم من كل الضرر الذي تسببت به. فالآن بايدن يسعى لإعطائها فرصة 4 سنوات إضافية من الفوضى. وإذا كما قلت عن بايدن، إذا ما نظرتم بأسوأ 10 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة فلن يصلوا إلى حجم الضرر الذي تسبب به المعتوه بايدن. لكن في شهر نوفمبر الشعب الأمريكي سوف يقول لها شكرا كمالا، أنت قمت بعمل مروع وسيء لأنك من الليبراليين الراديكاليين. كمالا أنت مطرودة، أخرجي من هنا. لكن قنوات الأعلام المضللة لم تتحدث عن هذا الأمر، ولم يشر أي أحد عن أفعالها، فقامت بطرد أعداد كبيرة من موظفيها دون أن تتم تغطية هذا الأمر. ولو كنت أنا قد فعلت ذلك لكان الأمر قد انتشر كالنار في الهشيم. إنها أسوأ شخص يتعامل مع طواقم موظفيه. أما وسائل الإعلام فتتحدث عن كمالا كما لو أنها المنقذ لبلادنا. إنها شجاعة لدرجة لا توصف. قبل 3 أو 4 أسابيع كانت أسوأ سياسية في الولايات المتحدة، والآن يقولون بأنها رائعة، إنها جميلة. كانت بين حشود أشخاص يصل عددهم إلى 1000 شخص بالمقارنة مع حشود تجمعاتنا الانتخابية التي تصل إلى 20 أو 30 ألف شخص. ووسائل الإعلام المضللة تقول أن الحشد الذي كان في تجمعها الانتخابي كان رائعا. لعلهم كانوا ببضعة 1000، لا أعلم من أين جاءوا بهذه الأرقام. وقالوا إنه يا له من حشد وزخم كبيرين، لا أعلم أي زخم يتحدثون عنه. إنني أتحدث عن الحقائق، لكنهم قالوا إنه حشد من الأشخاص الحاضرين الرائعين، لكنهم لم يشيروا إلى الحشود الموجودة هنا. انظروا إليهم. يمكن مضاعفة أعداد الحاضرين هنا بأولئك الذين حضروا تجمعها الانتخابية بالعشرات، أكثر من 20 ألف شخص في نيوجيرسي. قد نفوز بولاية نيوجيرسي إذ أننا نحرز تقدما هناك. 82 ألف شخصا في ساوث كارولينا. وبالمناسبة الأرقام هنا كانت لتصل إلى أعداد كبيرة، لكننا في مكان مغلق. ويمكن حتى من خلال ألعاب كرة السلة أن تدركوا أعداد المشاهدين. نحن لدينا حضور أكثر من أولئك الذين يشجعون فرق كرة السلة الأولى. ومن الرائع أن نرى حشودا من الناس. 68 ألف شخص أموا التجمع الانتخابي في ولاية ألاباما، وقد قمنا بتجمعات انتخابية أمها أشخاص
يصل عددهم إلى أكثر من 25,000 شخص في ساوث بارس. وأفترض أن كمالا هاريس كان لديها حضور لا يزيد عن 2000 شخص. لو كان لدي حشود من الأشخاص في التجمعات الانتخابية بنفس هذا العدد، لكن وسائل الإعلام لا تتطرق إلى هذا الأمر. ولطالما قلت بأنهم لن يفعلون إلى هذا، لا يقومون بتسليط الضوء على فعالياتنا الانتخابية. عليهم أن يسلطوا عدسات الكاميرا إلى هذه الفعاليات، لكنهم لن يفعلون ذلك. لا يرغبون بفعل ذلك. We did much better in 2020, but it was rigged. لا أعلم لماذا. But this is bigger than 2020. This is bigger than 2016. لقد كنت أعتقد بأنه هناك صعوبة في تحريك الكاميرات في مثل هذه الأماكن وفي مثل تلك التجمعات الانتخابية، لكن أقول لكم الآن أن الروح المعنوية مرتفعة للغاية، وقد فزنا في عام 2016 وأبلينا بلاء عظيما في عام 2020، لكن الانتخابات كانت مزورة. أما هذه الأحداث فهي أكبر من 2020 و2016، والسبب الذي يدفعكم لحبي إلى درجة كثيرة لأنه عندما تنظرون إلى هذه الإدارة غير الكفؤة والتضخم وما فعلوه في أفغانستان، كل ما فعلوه كان خاطئا. الحدود عندما تنظرون إلى مدى الأخطاء التي ارتكبوها فتقولون بأننا نحب ترامب، لا نود أن نعود إلى جو. كما تعلمون أكره أن أبلغكم نورث كارولينا عما حدث في عام في الأحداث في السنوات السابقة. كانوا يجلسون في الخطوط الأمامية وعندما تظهر طلقة قد أثرت على طبيعة الانتخابات، وكان كافة الحضور قد تحلوا بالشجاعة دون الفرار، كلهم بقوا في أماكنهم. يمكنكم أن تروا من خلف تلك الكاميرات، إذ هناك مئات الأشخاص من محطات إعلامية مختلفة، ويمكنكم أن تروا هذا الشخص الذي يجلس من خلفي ويرتدي قبعة خضراء. لديهم أشخاص كثر من هذا النوع، وقد لعبوا اللقطة تلك التي تخص تجمعهم الانتخابي لعشرات المرات. الكل يدرك حقيقة هذا الأمر، وحتى ريتشارد. لو كانت الطلقة لحدثت في إحدى التجمعات الانتخابية الخاصة بهم لكنتم لترونهم يفرون. أما بالنسبة لتجمع الانتخابي، آلاف الأشخاص كانوا قد صمدوا في أماكنهم لأنهم رأوا بأنني كنت في مأزق، وكانوا يرون يدي ملطخة بالدماء. وعندما انبطحت أرضا وجدت روحا من الحب والتعاطف، وأنا أحبكم أيضا. كان أمرا صعبا. يمكنكم الحديث عن الخدمة السرية التي عملت في ذلك اليوم. لو كانوا مكاننا لهربوا وفروا وتخلوا عن مكان التجمع الانتخابي.
قالت الخدمة السرية لي إذا كنت بحاجة إلى نقالة لنحملك عليها. قلت كلا، أنا لست بذلك الشخص الذي يجلس على نقالة. سألتهم أين حذائي. كان أمرا مروعا، وقد فقدنا كوري وهو شخص رائع وأسرته سوف تفتقده كثيرا. بالإضافة إلى شخصين آخرين أعرف أسرهما، وكانت حشود الناس قد أظهرت حسا سخيا مع هؤلاء الشخصين وأسرهم، ومن خلال زياراتهم وسؤالهم عنهما وهما في وضع أفضل. إذا ما نظرنا هنا إلى الصفوف الأمامية يمكننا أن نتذكر الحادث الذي وقع، وأنتم أيضا لو حدث هنا لما كنتم تحركتم. إنه لعالم مقزز يرونني بأنني تهديد للديمقراطية، لكنهم هم الذين يشكلون تهديدا للديمقراطية، تهديدا لبلادنا. لكن عشنا أوقاتا صعبة، لكن بفضل أن الناس الذين تعرفت عليهم الناس الرائعون. ويمكنكم أن تطلعوا على تلك اللقطة، لقطة الفيديو التي تم لعبها، فلو انطلقت رصاصة في ملعب أو في مسرح عادة ما يفر الناس ويتدافعون فيما بينهم. لابد لكم أن تنظروا إلى أحد الأشخاص الذي كان يشعر بالغضب إزاء ما حدث لي. هؤلاء هم الناس المحبون لبلدنا. لقد عقدنا مؤتمرا رائعا، وقد تم تغطيته على كافة محطات التلفزة. تتذكرون الهوكسر الملاكم وكافة الحضور الذين اعتلوا المنصة كانوا رائعين، وكانت مستويات التأييد في هذه التغطية تاريخية وغير مسبوقة. إن كذلك ملواكي كانت جميلة، وويسكونسن وعدت بأنها سوف تصوت لي بفضل ما تم ضخه من 250 مليون دولار في اقتصادهم. سوف نكسب ولاية ويسكونسن. وملواكي أبلت بلاء عظيما هي الأخرى، وقد تم بناء تلك المنصة من أجل فريق كرة السلة. وأعتقد أنه يمكن للمرء أن يقول أن ذلك المؤتمر هو الأعظم بالنسبة للحزبين. لكن بالعودة إلى موضوع كمالا فهي الأسوأ. تعلمون أنني طرحت هذا السؤال لأن هذه المسألة لم تحدث من قبل. بايدن كان على لائحة المرشحين، لكن المسألة بدأت كلها بالمناظرة التي أجريناها فيما بيننا. كانت مناظرة صعبة، وتحدث بأنه قضى ليلة سيئة قبل المناظرة، لكن كل الأمر انطلق مع تلك المناظرة وانتهت اللعبة. وبالفعل انتهت، وبعد ذلك ساءت الأمور، وكنا نتقدم عليه بواقع 11 أو 12 نقطة.
وكان لم يرغب بالخروج عن لائحة المرشحين، لكن طلبوا منه أخرج وقالوا له بأنه لا يمكنك أن تفوز. والآن أسوأ، قدموا من هو أسوأ منه، فهي أسوأ منه بكثير، لأنها ليبرالي، لأنه ليبرالي مزيف، أما هي فهي ليبرالية حقيقية. كنا نتفوق عليه بواقع 15 نقطة، ويقولون، كانوا يقولون بأن ترامب يكاد يقضي على ذلك الرجل، لذا طلبوا منه أن يخرج وقالوا له أخرج. وكما تعلمون أن ذلك الرجل لديه 14 مليون صوت للديمقراطية، ويتحدثون بأنهم سوف يعطون هذه الأصوات لشخص لا يمتلك تلك الأصوات. إذا ما نظرتم إلى سجلها المروع كنائبة للرئيس، فإن كمال هاريس قد تم إيجادها، وهي متورطة بأحد أسوأ المشاكل السياسية في تاريخ الولايات المتحدة. أنا لا أحب بايدن رغم أنني أتمنى له كل الخير، لكنه حاول أن يضعني في السجن، وهي التي تقف من خلفه وتقول أنا المدعي العام، هي أسوأ مدعي عام، دمرت سان فرانسيسكو، وذلك الشخص هو المجرم المدان. فهي وبايدن دفعني لأكون في هذا الوضع، وجل ما يتقنون الحديث عنه بأنني مجرم مدان، ولكنني كسبت القضية في فلوريدا، كانت قضية كبيرة. وخرجت من خلال الحق الهزيمة بوزارة العدل الخاصة بهم. والآن هو يخرج بأنه يخرج من السباق لأنه غير كفؤ، ولا توجد لديه الذاكرة المطلوبة، ولا يمكن أن يصبح رئيسا. كما تعلمون كل الأمور كانت تتم بتوجيه من كمالا هاريس، لأن كمالا هاريس لو تحدثت عن القدرات العقلية الخاصة بجو بايدن لكنها كذبت، ولا يمكن الوثوق بها إذا ما كذبت بهذا الأمر. وعلى غرار جو بايدن المخادع، فهي غير لائقة لتقود البلاد، فسوف تدمر الأمة خلال سنة. أن التصويت لكمالا هاريس يعني التصويت لأربع سنوات من عدم الكفاءة والفشل وعدم الأمانة، فضلا عن ذلك فهي تقوم بعمل عظيم. أن التصويت لترامب وفانس، كيف يروق لكم هذا؟ جي دي فانس، هل تحبونه؟ التصويت لترامب وفانس هي عبارة عن تصويت لإعادة الديمقراطية والعودة للبيت الأبيض بعد مرور 3 سنوات ونصف. أما لو دخلت كمالا هاريس فسوف تكون أكثر رئيسة متطرفة لتكون في البيت الأبيض. لم نشهد زمنا مجنونا مثل ذلك. وكما قلت، تم تصنيفي كمالا هاريس بأنها أكثر يسارية متطرفة في البلاد. بالمقارنة مع بيرني ساندر الذي يبدو معتدلا، وكمالا هاريس لديها سجل ليبرالي، وقامت بالتلاعب على خطة قيمتها 32 مليون دولار، من الأمر الذي دمر نظام الضمان الاجتماعي.
وتذكروا أن هذا النظام سوف يدمر بصورة كاملة إذا ما سمحنا لكافة هؤلاء المهاجرين بالدخول الذي يتم استغلالها في الميديكير والمستشفيات والمدارس. ورغم تسامحنا مع أمور كثيرة لا يمكن قبول لهؤلاء الأشخاص القادمين من مصحات عقلية أن يدخلوا إلى البلاد، في حين أن كامالا هاريس لم تفعل ذلك. قالت جل ما قالته بأنها سوف تتخلص من هذه المشاكل، وقامت بإعطاء معونات مالية لكافة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. إنهم أشخاص أغبياء لا يتمتعون بالقدر الكافي من الذكاء، وأنها قالت لهم بأنها سوف تعطيهم التغطية الصحية وسوف تعطيهم الضمانات الاجتماعية حتى لو كانت أمورهم على ما يرام في بلادهم. ونجد بأن بعض هؤلاء المهاجرات يمتن في رحلتهن للوصول. وقامت بإلغاء خطة كانت ترمي للتنقيب عن النفط وإنتاجه ودفع البلاد لتكون جزءا من العالم الثالث، بحيث لم يعد لدينا المزيد من النفط ولم يعد لدينا الجازولين، ووداعا للسيارات الكهربائية. في بعض الأماكن مثل ميدويست التي ترونها قاموا ببناء 8 محطات شحن كهربائية بدلا من محطات الوقود بقيمة 9 مليارات دولار، واثنان من تلك المحطات تعمل. تخيلوا بأنه سوف يتم وضع محطات شحن في كافة أنحاء البلاد، سوف يكلفنا هذا 5 تريليون دولار، وسوف نتحول إلى بلد مفلس، لكنهم لا يهتمون. وقالت كامالا هاريس أن 70 إلى 80% من تخفيض الضرائب سوف يتم مناقشتها. هذه فكرة شجاعة، لكنها لا تعني ذلك. سوف تقوم برفع الضرائب، وقالت واقتبس بأنني أعارض بكل تأكيد مسألة التنقيب عن النفط، وهذا سوف يؤثر على بنسلفانيا وأوكلاهوما وبعض الأماكن الأخرى، وسوف يؤثر عليكم وعلى محافظكم لأنكم سوف تدفعون أموالا طائلة وسوف تطالبون بعودة ترامب، تترجون من أجل عودة ترامب، حيث سوف تطالبون بأن يكون هناك منطق، وتطالب أيضا بمصادرة السلاح من ملايين الأشخاص وتعديل وإجراء تغييرات على التعديل الثاني. اللايون كامالا هاريس تتحدث عن الإجهاض، إنها راديكالية. وإذا ما قارنتم موقفي مع موقف كامالا هاريس فهو مرتفع بنسبة 8%، لأنها متطرفة فهي ترغب أن يتم الإجهاض في الشهر 8 أو 9 من الحمل، أو حتى أن يتم وأد الأطفال حتى بعد ولادتهم. تتذكرون الحكم السابق، الحاكم الحالي لفرجينيا رائع، أما الحاكم السابق قال نعم يمكن أن نقرر مع الأم بعد ولادة المولود أن يتم التخلص منه. لقد دعمت تلك الفكرة ودعمت صناديق دافعي ضرائب أن يدفعوا للإجهاض لأي سبب من الأسباب. كذلك أيضا صوتت ضد التشريع الذي يتطلب من الجهات المقدمة للخدمات الطبية أن يهتموا بالأطفال بعد ولادتهم، يودون بإعادة هذه الحقوق. لكن إذا ما سألنا كافة الأشخاص وكافة المشرعين فإنهم ينظرون إلى خلاف ذلك، وهذا بفضل الأشخاص 6 الشجعان في المحكمة العليا الذين لديهم نظرة مخالفة.
تحلوا بالشجاعة في التعبير عن رأيهم، والآن الأمر متروك لبعض الولايات مثل أوهايو وهم يخالفون تلك السياسات الليبرالية بعد أن رأوا ما الذي حدث هناك، وهذا ينطبق على تكساس وألاباما التي عبرت عن رأيها بأن الأمر متروك بيد الشعب، لأن هذا الأمر يخص الشعب. عليكم أن تتبعوا ما تمليه عليكم قلوبكم. وهناك فقط ثلاثة استثناءات للإجهاض إذا ما كان هناك سفاح للقربة أو يؤثر على حياة الأم. عليكم تذكروا أن هذا ما فعله ريغان في السابق. لدينا انتخابات ولدينا جملة من العوامل الأخرى المهمة، لكن رونالد ريغان كان يؤيد تلك الاستثناءات الثلاثة. أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فهي تسعى لتخفيض ميديكير بواقع 270 مليار دولار. لا، ما من أحد يعلم ذلك، فهي الوحيدة التي تدرك ذلك، وقد رفضت أن تحضر الكلمة التي ألقاها نتنياهو، حتى أن المجتمعات اليهودية التي حضرت هذا المؤتمر. وما يدهشني كيف لتلك المجتمعات اليهودية أن تصوت للديمقراطيين رغم كل ما أظهروه من انعدام للاحترام. كما لا ترغب أيضا أن تمرر قوانين تتعلق باللحوم وتخفيضها من أجل المناخ والتغير المناخي، وهذا يعني شح في الأبقار وعدم وجود موظفين في تلك المزارع. إذا كنتم ترغبون برعاية طبية وتضخم وليبراليين متطرفين يساريين مثل القائد الأعلى، فإن كامالا هاريس هي المرشح لفعل كل ذلك. كما دمرت سان فرانسيسكو سوف تدمر بلادنا قاطبة، وأقول لكم إنها في وضع سيء، لأنه ما فعلوه على مر 3.5 سنوات السنة فهناك مثال واضح حول أفعالهم في أفغانستان التي أظهرت مدى ضعفنا، إذ فقدنا قوتنا وكرامتنا، وقد تركوا معدات عسكرية قيمتها أكثر من 85 مليون دولار. تلك المعدات العسكرية التي اشتريناها وتركوها في أفغانستان. تعلمون أن أفغانستان هي ثاني أو ثالث دولة تقوم ببيع الأسلحة في العالم، إذ أنها تقوم ببيع أسلحتنا. فهم ليسوا بحاجة إلى 700,000 بندقية أو 77,000 شاحنة عسكرية كلها مصفحة وتحمل قنابل ويمكنها أن تتحمل طبيعة المعارك العسكرية. كل ما يحتاجونه هو جزء يسير مما تم تركه هناك. وقد تخلينا عن قاعدة بلغرام، لدينا 13 جنديا قتلوا وأكثر من 70 جندي أصيبوا إصابة بالغة. يتحدثون عن 13 شخصا الذين قتلوا، لكنهم لا يتحدثون عن ما يقرب من 47 شخصا لديهم إصابات وتم بتر أجزاء من أجسادهم. بصورة أساسية أنها شخص سيء ولا يتوجب عليها أن تترشح للرئاسة، هي تهديد للديمقراطية، تهديد حقيقي سوف تدمر أمة بأكملها. إذا كنتم لا ترغبون بالتضخم وأسعار نفط منخفضة، ما رأيكم بالدولار و70 سنت للتر الواحد؟
وإذا كنتم أن تصبحوا دولة مستقلة بالطاقة بل دولة مهيمنة في الطاقة، وإذا ما نظرتم إلى المخطط البياني وهذا المخطط البياني المفضل بالنسبة لي، تعلمون ما أقصده. عندما كنت أنظر إلى ذلك المخطط أقول لهم انظروا إلى ذلك المخطط، هل تدركون ما الذي أتحدث عنه؟ عندما التفت برأسي بهذه الطريقة كنت محظوظا لأنني عرضت ذلك المخطط البياني الذي أرقم يظهر أرقام المهاجرين. هذا المخطط البياني سوف يكون هو الأفضل بالنسبة لي. في الأسبوع الماضي كان لدينا أعداد كبيرة من المهاجرين الشرعيين الذين دخلوا البلاد بصورة كبيرة. سوف أنام مع هذا المخطط البياني لبقية حياتي. إذا كنتم ترغبون بالحصول على أعظم اقتصاد في العالم والحرية، إذا كنتم ترغبون بالحصول على حرية حقيقية، فأقول لكم أننا نسير باتجاه خاطئ، ولذا لابد لكم أن تصوتوا لشخص لعلكم سمعتم باسمه، إنه دونالد جاي ترامب. California socialism would kill the American dream forever. You know, you don't hear about the American dream anymore. We're going to bring back the American dream for our children. Under Trump Vance administration, and he's terrific, by the way, he's been incredible. You know, he wrote the great book on workers about how workers were being horribly taken advantage of. Kamala Harris. هي اشتراكية من كاليفورنيا، سوف تقتل الحلم الأمريكي الخاص بأطفالنا. وفي ظل إدارة ترامب فانس، وبالمناسبة فانس شخص عظيم، فقد كتب أعظم كتاب حول كيفية كفاح الطبقة العاملة، وقد تم تحويل كتابه ليصبح فيلما سينمائيا، وتحدث عن وفاة والده وصعوبات والدته، وقد توجه إلى كلية ييل للقانون وكان طالبا نجيبا، ولديه طفلان جميلان، ومن ثم أصبح سيناتورا لولاية أوهايو، والشعب في أوهايو يحبه، وهو ما نريده تماما، وهو شخص منطقي. سوف نعيد الحلم الأمريكي ليكون قويا أكثر مما عشناه في السابق. وتذكروا أنه أن كمالا هاريس لم تكن قد اقترفت خطأ فادحا أكثر من ما فعلته في مسألة الحدود. من يرغب بترك الحدود مفتوحة وبوجود الرجال في رياضات النساء؟ هل رأيتم النساء الجميلات في كرة اليد في لبطولة كرة اليد اللواتي؟ شعرنا بالإحراج من خلال اللعب مع رجال هم متحولين، وأحداهن قالت لم أشهد كرة قد وصلتني بهذه الطريقة. ماذا بشأن سائقي السيارات السريعة؟ يمكن قد يكونوا مناسبين هناك، لكن وحتى في رياضات رفع الأثقال أحدهم بعمر 18 ترفع وزنا خفيفا للغاية لكنها تتعثر فيه.
كما تعلمون زوجتي تقول بأن هذه مسألة غير مسبوقة وغير رئاسية. أعلم أن الأمر يبعث على الإحراج، لكن أرجو أن لا يكون هؤلاء الرجال في تلك الأماكن المخصصة لرياضات النساء. ميلانيا كانت بحالة رائعة عندما ظهرت قبل أسبوعين. أطفئوا كاميراتكم لمدة دقيقة رجاء. وعندما يأتي أحدهم من الرجال ويقوم برفع الأثقال بتلك الطريقة ويتم التقاط صور له، هذا ضرب من الجنون. وبالنسبة للسباحين، تعلمون إحدى السباحات الأمريكية التي كانت مستعدة لتحطيم رقمها القياسي، سباحة جميلة قوية، ونظرت إلى يسارها وتقول نظرت من حولها إلى وجدت شخصا ريتشارد الذي يصلح، الذي من الأصح أن يكون سائقا لسيارات السباق وليس في ذلك المكان. هؤلاء الأشخاص لا يدركون ما الذي يفعلونه. وهناك بعض الآخرين، بالمناسبة هذه الرياضة رياضة رائعة، لدي أصدقاء كثر مثل روجر بينسكي الذي يتمرس في تلك الرياضة. إننا نثمن المهارات، لكن إذا ما فاز أحدهم بسباقات كثيرة أو إذا ما تم توظيف أفضل مدربي كرة القدم لتحقيق إنجازات، فهذا لا ضير فيه. لكن عندما تنظر أحدى هؤلاء السباحات إلى كل من حولها لترى كافة زميلاتها اللواتي رافقنها في رحلتها الرياضية وأصبحن ناضجات، فهذا كله عادي. لكن عندما تنظر وتجد شخصا بطول 7.4 قدم، هو من ذلك الشخص؟ شخص متحول جنسيا وهو في بطولة السباحة، وشعرت تلك السباحة بأنها متوترة. وأمضت في رياضتها، لكنه تفوق عليها. إنه ضرب من الجنون أن نجد رجالا يلعبون في رياضات النساء. من الذي يرغب بذلك؟ من الذي يرغب بضرائب مفتوحة؟ من الذي يمكنه أن يكسب إذا ما رفع الضرائب؟ من يرغب بحدوث ذلك؟ لديهم الكثير من النواقص. إننا حزب المنطق السليم، لا بد لنا من العودة إلى جادة الصواب. لايون كامالا هاريس قارنت كامالا voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings. بعض الأشخاص الذين يستخدمون رشاشات M13 بأنهم يستخدمون سلاح KKK. Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad.
كمالا كانت تفضل مدن اللجوء وإيواء كافة المهاجرين غير الشرعيين. فالآن باتت الحدود مشرعة لكل من يرغب بالدخول من المصحات العقلية والمجرمين، ترغب بمنح عفو للجميع. ومن ثم جو بايدن وبعدها جو بايدن عندما أدرك بأن الأمور باتت سيئة قال لها إياك، ومن ثم قامت بتقليد مقاله بإياكم. عندما أعود إلى البيت الأبيض سوف أقوم بإنهاء كل سياسة حدود مفتوحة شرعها بايدن وكمالا هاريس، وسوف نقوم بإغلاق الحدود ووقف غزو كمالا هاريس دون أي تأخير. سوف يحدث الأمر مباشرة. Which is probably most of them. It's probably already over 20 million. You know, we're losing 300,000 people. سوف نقوم بذلك على الفور. والملايين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون إلى البلاد قد يصل عددهم إلى 20 مليون. هل تعلمون بهؤلاء الأشخاص الذين يدخلون بكل سهولة ودون قيود؟ هناك أكثر من 300,000 شخص الذين يعبرون حدودنا، لكن أثناء إدارتي خفضنا العدد للأدنى. أما الآن فلدينا أسوأ حدود، وخلال فترة قصيرة من الزمن باتت لدينا أسوأ أرقام في التاريخ، وهي لا تأتي فقط من جنوب أمريكا بل تأتي من كل مكان، من آسيا، الشرق الأوسط، من كل حدب وصوب، من المصحات العقلية والمجرمين التي يطلقون عليها هانيبال لاكتر. هذه قصص حقيقية. هانيبال لاكتر هو اسم يظهر مدى سخاء الإدارة في استقبال هؤلاء اللاجئين، هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. في عام 2019 كان هناك مخطط بياني يقول بأنه في ذلك العام كان لدينا، تعرف الجمركية، Meanwhile, our crime rate is going up, despite the fact that they like to say it's not. Come on. Well, crime statistics. كان هناك أعداد الإرهابيين الذين لا يتجاوز عددهم القلة الذين دخلوا البلاد. أما الآن بات لدينا مئات الآلاف من الإرهابيين الذين يدخلون إلى البلاد، يأتون من كافة أنحاء العالم. في حين أن معدلات الجريمة ترتفع على الرغم من كل ما تعيشه البلاد من ويلات أخرى، في حين أن الدول الأخرى ومعدلات الجريمة بها تنخفض. لماذا؟ لأنهم يقومون برمي كل هؤلاء المجرمين التي باتت نكبا لهم. سوف نقوم بالتخلص من ذلك وحل هذه المشكلة وجعل البلاد عظيمة مجددا. في فنزويلا التي كانت غارقة في الجريمة، إذ وصلت معدلات الجريمة إلى ما يزيد عن 70% آنذاك، وإذا ما كسبوا وهم يغشون كما تعلمون، وقد يقومون بتزوير الانتخابات. قد يرون بأنه سوف يفعلون تلك الانتخابات في فنزويلا، وفي ذلك الغضون سوف يكون لدينا كافة المجرمين. لا يمكنك أن تعلم المجرم ألا يصبح مجرما. فمن أحد رؤساء دول لن أسميه،
هو شخص لطيف وأعلم أن شعبه شعب ذكي. كما تعلمون أن لقد فشلت حتى في امتحانات كلية الحقوق. سيدة سادتي، لدينا أخبار عاجلة، فشلت كمالا هاريس في بأن تنجح في امتحانات التسجيل في نقابة المحامين. نعم، لم تستطع أن تنجح بتلك الامتحانات ولا بأي شيء آخر. فكروا بهذا الأمر، لو كنت في بعض تلك الدول قد لا تجدون كل هؤلاء المجرمين الذين باتوا موجودين في بلادنا. فكل مجرم وكل مصحة عقلية وكل الإرهابيين في كافة الدول سوف يأتون إلى هنا ويحاولون لجعل هؤلاء المجرمين بأن يكونوا أشخاصا لطيفين. وفي ظل إدارة هاريس للحدود بات هناك جرائم للمهاجرين، وقد غيروا الاسم من مجرمي الحدود إلى مجرمي كمالا. في مطلع هذه السنة طفلة بعمر 13 قد تم اغتصابها على يد أحد هؤلاء المهاجرين. وفي ولاية نيويورك طفلة عمرها 15 شخصا قد تم الاعتداء عليها من قبل مهاجم غير شرعي، وأحداها قد تم اختطافها وقودها إلى مكان بعيد واغتصابها. وطفلة أخرى جاسلين منغاري قد تعرضت لاعتداء جنسي وتم خنقها من قبل مهاجرين غير شرعيين قد تم إدخالهما على يد بايدن وهاريس. ما نوع نائب الرئيس هذا؟ وما هي تلك الحدود التي تسمح لهؤلاء الوحوش لدخول بلادنا؟ وهذا غيظ من فيض من مئات الآلاف الأخرى. تذكروا أيضا أنهم يشعرون بالارتياح بوجودهم هنا، لذا لا يمكنكم أن تتخيلوا حجم الجريمة التي سوف تحل ببلادنا. فهم لا يعلمون بمسألة الاستقامة السياسية عندما تقومون بالقبض عليهم لأول مرة وثاني مرة، لكنهم يتقنون بالحديث فقط عن ترامب لأنه يشير إلى تزوير الانتخابات. لكن إذا ما قتلتم أو اغتصبتم أو خنقتم طفلة فهذا لا ضير فيه مع هؤلاء الأشخاص. نحن لا نود لهؤلاء الأشخاص أن يديروا دفة البلاد بعد الآن. ما هو نوع الشخص الذي يسمح لأبرياء فتيات بريئات أمريكيات ليتعرضن لحوادث الاغتصاب؟ تلك فتح الحدود هي مسألة ضرب من الجنون، لا يمكن قبول ذلك، وقد جعل الأمور أكثر سوءا. كمالا سوف تكون دمارا لمسألة الحدود، وهي لا يجب أن لا يسمح لها أن تترشح لرئاسة البلاد أو أن تكون رئيسة للجنة المعنية للنظر في الجرائم. لا يمكن أن يتم منحها ثقة لتكون رئيسة لبلادنا. إذا ما بقيت هاريس في السلطة سوف يستمر تدفق المجرمين والمتوحشين الذين سوف يهاجمون أبنائنا وبناتنا. هذا ما سوف يحدث، الكل يدرك ذلك. أما لو تم انتخابي فسوف أقوم
بتمكين قوات الشرطة الذين يتوقون لأداء عملهم. وسوف نقوم بإخراج هؤلاء الوحوش الذين يعتدون على الأطفال. أناس جاءوا من كافة أرجاء العالم، إذا ما نظرتم إليهم في بلدانهم فهم عبارة عن مغتصبين وقتلة، وسوف نشحنهم إلى البلدان التي جاءوا منها. كما تعلمون عندما جئت في البداية قلت أنهم قد قتلوا أحدى الطفلات بسكين بدلا من استخدام رشاش M13 أو قاموا بتقطيعها إربا. هؤلاء وحوش، لكن ما عند جئت إلى هنا بأنني سوف أخرج وأسمح باستخدام M13، وقالوا لي أن الرئيس أوباما كان يحاول ذلك منذ 4 سنوات، وحتى من قبله بوش كان يحاول وقف ذلك. ومن ثم أدركوا بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا، وحيث أدركنا بحجم دخولهم بسيارات وشاحنات باتت مكتظة في كافة أنحاء الولايات، وقد طلب من الناس أن يقبلوا العيش معهم. سألت كم هي حجم الأموال التي تحصلون عليها من أجل التنمية السياسية والمساعدة؟ قيل لي بأنهم يدفعون $750 مليون، $750 مليون سنويا. قلت لهم أبلغوهم بأننا لن ندفع لهم أي شيء بعد اليوم، لن نعطيهم أي أموال براندن. لذا أخبرناهم بأننا لن نقوم بدفع أي دول لهذه الدول الثلاثة، سلفادور، غواتيمالا وهندوراس. وكانوا إذ كانوا يرسلون كافة مجرميهم إلى بلادنا، قلت بأننا سوف نقوم بإعادتهم ولن نسمح بتنقلهم بطائراتنا وسياراتنا، وأبلغوهم بأنه لن يحصلوا على أي مساعدة بعد اليوم، فلن يحصلوا على أي مساعدة. وبعد ذلك كنت قد أدركت ما الذي تحدث عنه الرؤساء الديمقراطيين من قبلي. أحدهم قال لي بأنه لا بد من وجود سوء تفاهم، لا بد أن تستمروا بإرسال المساعدة. قلت لهم بأنه لن يتم السماح بإرسال هؤلاء المجرمين بالشاحنات إلى بلادنا. هذه الدول الثلاثة قبلت، وقمنا بإعادة هؤلاء المجرمين بسجلات قياسية. براندون كان حاضرا في تنفيذ تلك المهمة، عدناهم إلى موطنهم، أليس كذلك؟ ودعوني أبوح بسر صغير، براندون قد سئم من هؤلاء الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي كفاءة. قد يكون من السهل عليه أن لا يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به، لكنه يرغب بالتخلص من هؤلاء الأشخاص لأن الوضع بات خطرا. وكان براندون وفريقه يرغبون بجعل حدودنا قوية وآمنة. للأسف كان لزاما علينا أن ننتظر إلى يناير 2020 إلى حين أن
تمكننا من تغيير الأمور، لكن في يناير المقبل سوف نستعيد بلدنا من هؤلاء المجانين. كمالا لم يكن لديها أي حوار مع الجهات المسؤولة عن الحدود أو الطواقم العمل هناك، لكنها كانت تتصل براندن هاتفيا تقول له كيف الأمور تسير بشأن الحدود. أما أنا وبراندون فكنا نجري اتصالات منسقة وأسأله عن وضعية الحدود، ولهذا كنت قد حصلت على ذلك المخطط البياني. هل تحدث معك بايدن؟ لندرك أنه على قيد الحياة. في مقابلة أجريت سئل بايدن إذا ما كان قد لاحظ أي وجود أي عثرات أو هفوات في حديثه، فأجاب كلا لم ألاحظ هذا. يا لها من مسألة خطرة. لم ألاحظ بأنه لم يستطع أن يتحدث، لم يستطع أن يقف. فضلا عن ذلك كان بخير. هذا أمر مقزز وسيء. يسعدنا اليوم أن ينضم إلينا رئيسي. إذن تابعنا هذه الكلمة لمرشح الحزب الديمقراطي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء تجمع في ولاية نورث كارولينا. تحدث طبعا، الكلمة كانت مطولة جدا وفيها فتح النيران ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، منتقدا إياها خاصة بالتركيز على موضوع الهجرة، حيث قال ترامب أو اتهم هاريس بالرغبة في قتل الأطفال من خلال برنامجها للإتشاد. ترامب كذلك قال إن هاريس تعتبر بحسبه تهديدا حقيقيا للديمقراطية وستدمر بحسبه أيضا أمة كاملة. ترامب تحدث أيضا عن مسألة الانسحاب في عهد إدارة بايدن طبعا ونائبته كامالا هاريس من أفغانستان، وقال الانسحاب من أفغانستان أفقد الولايات المتحدة قوتها وهيبتها. كذلك يعني من خلال هذه الانتقادات خلال التجمع الانتخابي وصف هاريس بأنها أكثر سياسية ليبرالية متطرفة، وقال إنه لن يسمح لها بأن تصبح رئيسة لتدمير البلاد. على حد وصف ترامب ذكر أن هاريس أيضا كذبت بشأن صحة بايدن العقلية طبعا، مشيرا إلى مسألة انسحابه الأخيرة وأنها كانت تعلم وأخفت ذلك أو أنكرت. ترامب كذلك قال في انتقاداته أيضا لإدارة بايدن والتي يحمل فيها بالضرورة أيضا نائبته كامالا هاريس المسؤولية بأن بايدن سعى وحاول وضعه في السجن كما قال، وقال أيضا بالرجوع إلى تاريخ وسجل هاريس، قال كنائبة للرئيس كان مروعا بحسب ترامب، ووصفها بأنها أسوأ من بايدن بكثير وأنها يسارية متطرفة ستدمر البلاد. أيضا طبعا هذه الكلمة المطولة في أعقاب تعتبر ربما هي الأولى في تجمع انتخابي في أعقاب إعلان كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي، بدأ فيها التركيز واضحا حول موضوع الهجرة، وحمل ترامب كامالا هاريس باعتبار أن هذا الملف كان قد عهد لها مسؤولية دخول عشرات الآلاف الذين اتهمهم بأيضا أنهم نشروا الرعب والفوضى وقاموا بارتكاب الجرائم العديدة مستشهدا بحالات اغتصاب، وأرجع وحمل المسؤولية كلها لهاريس التي كانت تطلع
بهذا الملف وأنها فرطت وسمحت لهؤلاء المهاجرين الذين أدخلوا الجريمة بحسبه إلى الولايات المتحدة. طبعا تطرق أيضا ترامب إلى الملف الاقتصادي وفيه بشكل عابر بالتركيز على الطبقة العاملة. نعود لمتابعة هذه الكلمة وربما بعد قليل سننتقل إليها. طبعا هي كلمة طويلة جدا، كنت قد أشرت إلى أن الملف الاقتصادي أيضا لم يخلو من انتقادات ترامب، مسألة الضرائب ومسألة الانتاج والطبقة العاملة والعمال ومسألة توطين الصناعة في الداخل الأمريكي، محملا إدارة بايدن وبالضرورة طبعا كمان نائبته كاملا هاريس هذه الأخطاء التي قال إنها أفقدت أمريكا قدرتها وهيبتها في العالم بحسب ما يصف طبعا دونالد ترامب، مشيرا في ذلك أيضا طبعا إلى قضايا الحرب، إن كنا نتحدث عن أوكرانيا نتحدث عن ما يدور أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كالعادة وكما في خطابه السابق دائما يقول ترامب إنه إن كان على سدة الحكم لما قامت هذه الحروب، ويشير أيضا إلى أن حرب الولايات المتحدة هي حرب اقتصادية وحرب نفوذ ينبغي أن تتجه مباشرة للصين وليس هذه الحروبات. طبعا كما أشرنا أيضا قدم أيضا مقاربة وانتقاد لاذع لإدارة بايدن، وبالضرورة يشمل هذا الانتقاد أيضا كمالا هاريس لمسألة أفغانستان وطريقة الانسحاب التي رأى فيها أنها كانت مخزية ومخيبة للأمل وتشوه صورة الولايات المتحدة. وأشار كذلك ترامب إلى أن الأسلحة التي تركت الآن تباع في العالم عن طريق حركة طالباً.